التحقق بهندسة عين شمس. قلعة التعليم الهندسي أنا بعتبرها مش في الشرق الأوسط بس في العالم. فأهلا بيكم وألف مبروك، وأنتوا يعني على بداية التراك المهني، لأن الدراسة في هندسة عين شمس كلية عملية وفيها اتصال كامل مع الشركاء الاندستريال بتوعنا، ودي نقطة هتلمسوها يعني من أول المستوى العام حتى أول ما تبدأوا تدخلوا. أنا هعرفكم بنفسي الأول، أنا مصطفى رفعت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد كيرة برضو مدير البرامج التخصصية، والدكتور وليد زين هو النائب بتاعه، والدكتور أحمد راغب هيبقى مسؤول عن الأنشطة الرياضية والفنية والحاجات التثقيفية والحاجات دي كلها. والحمد لله الناس اللي موجودة هنا كلها من أساتذة منوط بيهم إدارة الكلية أو الأنشطة أو البرامج الكريديت أورز، هي ناس سيلكتد على أعلى مستوى هيقدروا يسابورت يو أثناء الدراسة. الكلام ده كله هندسة عين شمس زي ما بقول لحضراتكم، يعني هي دايما بيبقى أي واحد دخل الكلية أو حتى التحق الكلية بيبقى فخور جدا إن هو انتمى للصرح التعليم الهندسي ده. احنا بنفخر ان احنا يعني العراقة بتاعتنا بتمتد من سنة 2018، احنا احتفلنا ب 180 عام من التعليم الهندسي، لان هندسة عين شمس اسست سنة 1839. يعني منكم برضو انا مش هقول التواريخ والأوفولوشن بتاعها وتطورها ايه من انشاء ما هي، يعني كانت مدرسة صنايع ليها علاقة بالجيش، وعشان كده ده بيفسر وجود المدفعين اللي هم عند النافورة. الحاجات دي كلها عايزكم برضو تاخدوا جولة في الكلية وتبدأوا تشوفوا العراقة بتاعتها وتلمسوا الطرقات بتاعتها والتاريخ الهيستوري اللي هو ليستد على المدخل الرئيسي تحت القبة الرئيسية للكلية. الارتباط ده مهم جدا علشان تقدروا تتحملوا الدراسة في هندسة عين شمس، لأن هندسة عين شمس برضو الدراسة فيها مش هقول سهلة أو صعبة، بس عايزة ديديكيشن. يعني إيه ديديكيشن؟ يعني عايزة أن أنت تبقى مؤهل ليها، وده طبعا أنتم مؤهلين، بس أنت ما تبقاش يعني تبقى مركز، وتبقى أهم حاجة في المهندس أن هو يقدر يعمل بالانسينج للوقت بتاعه، تبقى أنت عارف المايلستونز أنت هتسلم إيه إمتى، وعارف هيطلب منك إمتى. حتة التايم مانجمنت دي نقطة مهمة جدا في حياتك من دلوقتي، وأظن أنتوا قادرين، يعني بما أن أنتوا وصلتوا ودخلتوا المدرج ده وقاعدين قدامي دلوقتي، أنتوا برضو قادرين على الحتة دي كويس. فببساطة أنا بتمنى لكم التوفيق، وهندسة عين شمس من أولى الجامعات على أولى كليات التعليم الهندسي على مستوى مصر اللي adopted الكريديت أور سيستم. تعرفين الكريديت أور سيستم بيسمح لك بمرونة في الدراسة، بتسجل مواد من مستويات أعلى، ممكن بتحسن مواد، بتسجل ترم صيفي، بتتخرج برضو على فترات متفاوتة، تقدر تحسن المجموع التراكمي بتاعك. الحقيقة نظام دراسي مرن بيقدر يتوافق مع الطالب، ويقدر برضو يشد الطالب ده لمستويات أعلى من الدرجات، ويقدر يوصل للتخصصات. فأنت برضو من خلال بعض المواد اللي هتبقى اختيارية تقدر أنت تختار برضو التخصص الدقيق اللي أنت عايز تتخرج عليه، لأن أنت أثناء السنوات الدراسة بتاعتك هيبقى مطلوب منك أن أنت تتدرب تدريب ميداني كل سنة من السنوات على 3 مراحل. التدريب الميداني ده بيبقى متصق مع أحد شركاء الصناعة بتوعنا، بتروح بتتمرن عنده، بتشوف ايه ازاي تابلاي النوليدج اللي انت خدتها في الكورسز على الشغل العملي بقى، وبتستفيد خبره بترجع لك بفيدباك تاني جوه الكليه لما بترجع لايه لسنوات النقل الاعلى اللي انت داخل عليه. وبناء عليه النقطه المهمه ان انت بتبقى انت شايف بقى عايز ايه، تتخصص في حاجه دقيقه، لان انت خلاص حطيت نفسك او المايند سيت بتاعك ان انت هتشتغل في شركه من التايبولوجي دي او الطبيعه دي. فبيظهر قدامك بقى مواد اختيارية تبدأ تختار، وعلشان كده الدايفيرستي والمرونة في النظام ده اقتضى برضو ان هو لابد يبقى فيه سيستم ارشاد اكاديمي، يبقى فيه استاذ معاك ديديكيتد ليك، انت عارف ان هو ده انت تابع ليه، بتاخد رأيه في كل حاجة.
بتروح له تقول له اسجل الماده دي ولا لا، انا دلوقتي المعدل التراكمي ازاي، احسنه ازاي، طب اخد صيف المره دي ولا ريح، اند سو اون. فحته الادفايس او الارشاد الاكاديمي دي نقطه مهمه جدا، ولابد ان انتوا طالما الكليه وفرت مجموعه من الاساتذه كمرشدين اكاديميين لازم انت تستغل الايه الاتصال والالتصاق بيه. واحنا مأكدين ان الارشاد الاكاديمي مش بس بيبص على الترند الاكاديميك بتاعك، لا، لو انت برضو عندك مشكلة ما، مش عارف تعمل تايم مانجمنت، مش عارف تركز، هو برضو خبير يقدر يديلك نصيحة في البعد ده خارج النطاق الاكاديمي. طبعا الدكتور خالد هيشرح لكم الحاجات دي كلها بالتفصيل، واحنا هنبقى مع بعض بقى ايه الخمس سنين ان شاء الله اللي جايه، ولغايه ما ايه نشوفكم زملاء بقى ان شاء الله في حفله التخرج بعد فتره، يعني لو ربنا ادانا عمر. يعني الف مبروك. وعايز برضو اقول نبذه اخيره ان هندسه عين شمس خرجت كام وزير؟ يعني 16 وزير ورئيس وزراء ولا اثنين؟ او اثنين رئيس وزراء حاليا. حتى وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور هو كان العميد الأسبق للدكتور عمر اللي هو العميد الحالي للكلية. فيعني أنا بقول لكم التعليم اللي انتوا بتاخدوه هنا بيؤهلكم ان انتوا تعلوا أعلى المناصب في الدولة. فربنا يوفقكم وبوتنشال قوي ومستقبل باهر إن شاء الله. هسيب الفرصة بقى للدكتور خالد والزملاء يتكلموا بالتفصيل عن الأمور دي. شكرا. مساء الخير يا جماعة، اهلا وسهلا بيكم طبعا في الكليه. انا اسمي خالد، انا مدير البرامج التخصصيه. الكليه حاليا كلها كريدت اور سيستم، عشان بس مش زي زمان كان في حاجه اسمها مين ستريم وكريدت، دلوقتي كلنا كريدت. انتوا في البرامج التخصصيه، المقصود بالبرامج التخصصيه البرامج التقليديه للهندسه اللي هي كهرباء وميكانيكا ومدني وعماره، ده عكس البرامج الدولية اللي احنا كنا زمان بنسميها كريدت اللي هي بتكون انتردسيبلينري، بمعنى حاجة مثلا زي الانرجي هتلاقي هناك تخصص اسمه انرجي، انرجي يعني شوية ميكانيكا على شوية كهرباء، تمام؟ بس عشان نبقى فاهمين الكلية كلها كريدت اور سيستم بما فيها انتو، اوكي؟ طيب كريدت اور سيستم، طبعا السؤال الاولاني دايما الناس بتساله، طب احنا ايه اللي خلانا ننقل من الترم بيست اللي انتم متعودين عليه في المدرسه او كان موجود قبل كده من خمس سنين الى كريدت اور سيستم، برغم ان كريدت اور سيستم بيمثل اعباء كبيره على الاداره قبل ما تبقى اعباء عليكم. فلازم تفهموا احنا نقلنا ليه وايه الادفانتج اللي جالكم لما الكليه بقت كريدت اور سيستم كأحد أول الكليات الحكومية اللي في مصر اللي كلها كريدت اور سيستم. كل الكليات التانية بيبقى البرامج المميزة اللي بفلوس بس هي اللي كريدت، بينما البرامج العادية ترم بيست، تمام؟ احنا سنة 2018 أخذنا المبادرة إن احنا نكون تقريبا أول كلية حكومية في مصر تقلب الكلية كلها كريدت اور، تمام؟ فالسؤال الاولاني، طيب احنا ليه عملنا حاجه زي كده بالرغم انها تاني تمثل مجهود علينا وتمثل لود عليكم برضو، لكن في الاخر الريورد اللي كلنا هناخده يستاهل التعب اللي احنا هنشوفه او التعب اللي تم عشان نوصل للنقطه دي، تمام؟ فطبعا بعد ما بنرحب بيكم عايزين نعرف ليه كريدت اور سيستم، تمام؟ كريدت اور سيستم بيتحسب بيونت معينه اسمها 1 كريدت. يعني قبل كده انت مثلا بيبقى في الترم الاولاني بتاخد 6 مواد، فكلمه مواد دي مش هنستخدمها، هنستخدم بعد كده يونت ثانيه اسمها كريدت اور. انت في الترم العادي بتاعك بيبقى عندك 17 كريدت اور، 17 كريدت اور يعني عدد معين من المواد الحمل بتاعهم هيتقاس بال 1 كريدت. يعني مثلا ساعه المحاضره بنقول لها 1 كريدت، فلو عندك ماده مثلا زي الفيزيكس، بان انا دكتور فيزيكس يعني بنقول ان الفيزيكس 3 كريدت. يعني ايه 3 كريدت؟ يعني بتاخد في الاسبوع 3 ساعات محاضرات، وممكن بتاخد سكشن وبتاخد كمان معمل، الكسر ده ما بنحسبوش. فساعه لما تقول عندك ماده 3 كريدت يبقى انت عندك كام ساعه في الاسبوع؟ عندك 3 ساعات محاضرات مينيموم من الماده دي، يبقى هنقول عليها 3 كريدت. انتوا هتبتدوا معانا باذن الله الطبيعي بتاعكم بيكون 17 كريدت اور، يعني كل واحد فيكم هيبتدي بكام يا جماعه؟ هيبتدي انه ياخد 17 كريدت اور، اوكي؟ فالسؤال تاني، هرجع تاني نفس السؤال الاولاني، ايه الفرق بين الترم والكريدت؟
في الترم كلنا بناخد نفس الحاجة، بمعنى ان انت كان في الترم الاولاني كل الناس بتاخد فيزياء ورياضة والكلام ده كله، تمام؟ في كريدت اور لا، انت ممكن بيبقى عندك امكانية ان انت تختار تراك معين والتراك ده هو اللي تمشي عليه. طبعا اختيار التراك له رولز معينة، فاول ترم يجوز مش هيبقى فيه اختيارات كتيره قوي، لكن بدءا من تاني ترم انت ممكن تبتدي تقول لا انا الماده دي مثلا شايف انها صعبه او سمعت انها صعبه فممكن ااجلها واخد مكانها ماده سهله. انا مثلا زي ما في كتير مننا ودي حاجه حلوه جدا بيشتغل ومش هيقدر يشتغل او ياخد 17 ساعه بتوع الكريدت، يقول لا انا الترم ده هاخد والحد الادنى 12، يقول انا الترم ده هشتغل 14 كريدت بس وبعدين بعد كده ابقى اجل الباقي. طبعا التاجيل ده له رول والكلام ده كله هنعرفه او هتعرفوه بالتفصيل مع الادفايزر بتاعكم. يبقى اول ميزه في كريدت اور سيستم ان انا ممكن اختار مسار معين للدراسة. طبعا الاختيار ده ممكن بيكون احد تبعاته ان انا مخلصش في 5 سنين، وده بالنسبة لبعض الناس اللي بتشتغل ادفانتج، يعني هو عايز يتأخر شوية في الكلية عشان يقدر يشتغل مع الدراسة. ممكن حد تاني يقول لا انا عايز استعجل وبالعكس كمان انا هاخد في الصيف، بس طبعا ده هيبقى له تبعات معينة هنشوفها معاه. نتيجة ان كل طالب منكم له او من حقه يختار مسار مختلف، فالقصه دي محتاجه ادفايزنج، محتاجه حد يكون معاك فاهم الرول، ان في رول كتيره قوي. والرول دي طبعا اول الحاجات اللي انا بدعوكم ليها ان تدخلوا على موقع الكليه وتقروها، هم حوالي 20 صفحه فيهم 28 رول، دول الادفايزر عارفهم كويس قوي وبيجايد يو او بيساعدك ان انت تستخدمهم باحسن ما يمكن، تمام؟ يبقى الميزه الثانيه في نظام الادفايز او في نظام الكريت اور ان انت عندك ادفايزر. الادفايزر ده ما بيعملش حاجه غير ان هو او يعني احد اهم وظائفه ان هو يقعد معاك ويختار معاك المواد اللي تسجلها، وله طبعا افكت تاني او له دور تاني في وجه عام. يعني مثلا لو عندك اي مشكله اسريه، لو عندك مشكله ماديه، لو عندك مشكله مع حد تاني من الطلبه، لو عندك مشكله مع معيد، ايا كان نوع مشاكلك انت المفروض بتنقلها للادفايزر بتاعك، تمام؟ في عندنا هيراركي معينه لتسلسل المشاكل، بمعنى انك انت لو في مشكله بتنقلها للادفايزر، الادفايزر لو حلها اوكي، لو ما حلهاش بينقلها للليفل اللي بعده اللي هي بيسميه كوردينيتور او المنسق. انتوا بالنسبه لكم بالنسبه للفريشمان طبعا انتوا ما اسمكمش اعدادي، انتوا اسمكم فريشمان عشان يمشي مع الترمينولوجي بتاعه كريت اور سيستم، تمام؟ انتوا بالنسبه لكم الكوردينيتور بتاعكم الدكتور وليد زين، بمعنى ان الادفايزر لما يعرفش يحل مشكله المفروض هينقلها للدكتور وليد يحلها. بعد الدكتور وليد باجي انا كمدير لكل البرامج بتاعت الكليه، لو في مشكله دكتور وليد ما قدرش يتعامل معاها بتتنقل لي انا، المفروض احلها. لو المشكله ما اتحلتش عندي بتتنقل للدكتور مصطفى اللي هو وكيل الكليه، لو المشكله ما اتحلتش عند الوكيل انت من حقك بعد كده ترفع المشكله للعميد مباشره وتلاقي حل بعد كده. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان دي حقوق لكم لازم تستخدموها صح، بمعنى ان محدش يجي في اخر اسبوع ويقول اصل حصل مشكله ما ومش عارف انا بعتها للادفايزر وما ردش عليا، مفيش حاجه اسمها كده. لما الادفايزر ما يردش عليك بتبعت له ميل تاني وتحط الدكتور وليد سي سي في الميل، عارفين سي سي يعني بتحط ان هو الميل يوصل له برضه، تمام؟ وتبتدي تصعد المشكله، ما ينفعش تستنى لغايه اخر اسبوع وتقول اصل مش عارف حصل ايه ومحدش سال فيا. انت اللي هتدفع ثمن حاجه زي كده لان انت ما استغلتش التول اللي احنا مدينها لك علشان تقول انا في مشكله وحد يا جماعه يتدخل يحل المشكله. انت بقيت دلوقتي بني ادم كبير ما شاء الله طول عمركم كبار برضه، بس انت دلوقتي في مرحله جديده من حياتك، طب في مرحله الجامعه، بمعنى ان ما حدش هيجري وراك يحل لك مشاكلك. النقطه دي يا جماعه تكون واضحه، انت ليك حقوق معينه وليك واجبات معينه انت اللي بتكتشفها وانت اللي بتدور عليها بنفسك. مفيش هنا معلش سوري يعني مدرس وناظر هتروح تشتكي له، ايوه هتشتكي له بس بمفهوم مختلف. ان هو يبتدي يحل المشكله مش هو اللي بيعرف المشكله ويتطوع يحلها لك من الاول. تمام؟ فعايزين نتصرف من هذا المفهوم. اوكي يا جماعه؟ تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا بركز عليها من الاول. طيب
ازاي بنحسب التقدير او الدرجات؟ اللي كان زمان اسمها التقدير، يعني زمان كنت تسمع امتياز جيد جدا، الكلام ده كل الترمينولوجي دي هتختفي دلوقتي، وهنبتدي نسمع عن حاجه اسمها الجي بي اي بتاعنا. الجي بي اي اللي اختصار لكلمه جراد بوينت افريج، هو متوسط حسابي للدرجات، بيتحسب بطريقه مختلفه. الجي بي اي الماكسيموم بتاعه 4، يعني اعلى حاجه تجيبها ان انت تجيب A او A بلس، يعني جايب 4 من 4. تمام. في الكريدت اور سيستم لو بصينا على الجدول ده هتلاقي ان النجاح من 60%. النجاح يا جماعه مش من 50%، في الكريدت اور النجاح من 60%. فانت لما بتجيب 60% في الماده انت بتجيب الحد الادنى بتاعها اللي هو الدي، دي دي اقل حاجه. وعندك الجدول ده بالتفصيل، يعني مش مهم انت تحفظوه طبعا، لانك من كتر ما هتتعامل معاه هتعرفه، انك انت من 60 مثلا، يعني زمان كان المقبول من 50 ل 65 او ل 64، كان رينج واسع قوي مش كده؟ فكان لو خسرت درجه درجتين ما انت لسه مقبول، صح؟ الجيد كان من 65 ل 74، انت عندك 10 درجات رينج. دلوقتي لا، هتلاقي ان الرينج 3 درجات، 3%. يعني انت كل 3% بيعملوا ايه؟ بينقلوك الى جريد اعلى. تمام؟ الجريد دي حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا، لان دي بناء عليها زي ما هنشوف اللي هتحدد حاجات كتيره قوي. هتلاقي ان كل حاجه في دراستك هنا في الكليه بتتوقف على الجي بي اي بتاعك. يعني الكلام ده هيبان بالتفصيل بعد شويه. يعني ده اللي هيتم تفصيله مني ومن الدكتور وليم. المهم يعني ان احنا دلوقتي انت من هنا ورايح انت بتحسب درجاتك بحاجه اسمها الايه يا جماعه؟ بحاجه اسمها، او بتحسب انت مين في الكليه بالايه؟ بالجي بي اي بتاعك. وزي ما بكرر تاني، ده هيحدد كل حاجه في الكليه، هيحدد المواد اللي تسجلها، هيحدد كام ساعه، هيحدد اختيارك للتخصص، هتاخد كهرباء ولا ميكانيكا ولا الكلام ده كله، هيحدد انت هيبقى ايه الاولويه بتاعتك في التسجيل، هتسجل في الاول ولا هتتاخر في التسجيل. تمام؟ كل دي مميزات بتاخدها لما يبقى الجي بي اي بتاعك عالي. اوكي؟ ف حاجه مهمه جدا. الجي بي اي بيتحسب ازاي؟ هي حسبه بسيطه جدا، هي عباره عن حاصل ضرب. يعني لو قلنا مثلا الماده الاولانيه اللي حاططها لكم بي اتش ام 012 ده ماس 1 ماثيماتكس 1، دي هي ال 3 كريدت، يبقى الماده دي كام؟ 3 ساعات محاضرات في الاسبوع. لو انت جبت فيها بي، البي دي بالارقام تبقى 3، احنا اتفقنا اللي يجيب ايه بياخد 4 مش كده؟ اللي يجيب بي بياخد 3. يبقى انت الماده 3 كريدت وجبت فيها بي ب 3، يبقى انت خدت منها كام نقطه؟ 9 نقط. صح؟ 3 في 3 ب 9. وتقعد تعمل كده على، طبعا الكمبيوتر السيستم اللي بيعملها يقعد يعمل كده على ماده انت جبتها. تمام؟ يبقى هو عمل الجزء الاولاني من الايكويشن اللي هو البسط اللي فوق. يجي بعد كده على الدينومينيتور يجمع عدد الساعات، يعني انت الماس 1 3، الفيزيكس 3 وهكذا. يبقى عنده ريشيو معين بيحسبه، الريشيو ده مثلا طلع 2.42. يبقى الطالب ده في الترم ده جاب جي بي اي كام؟ 2.42. اوكي؟ تمام؟ يبقى طبعا واضح، انا بس عايز اقول الكلام ده ليه؟ ان الدرجه بتفرق، يعني انت لو جايب 63 بتاخد دي، لو جايب 64 بتاخد دي بلس، هتلاقي واحده ب 1 والثانيه ب 1.7. يعني نحافظ على الدرجات قوي يا جماعه، لان دي اللي هتفرق في كل حاجه. تمام؟ فطبعا النقطة الثانية معلش خارج النطاق، بس أنا افتكرتها دلوقتي لأن كنت لسه قاعد مع طالب من كام يوم، فبيقول لي أنا أول ترم في الكلية كنت جاي أريح بعد الثانوية عامة فما خدتش بالي قوي. التعويرة بفورة. تمام؟ مفيش حاجة اسمها أنا جاي أول ترم أريح وبعدين أبقى أشتغل من الترم الثاني. ما أنت لو أول ترم ما جبتش جي بي إيه كويس، ما هو ده هيبتدي يسمع معاك في الترمات اللي بعده. لو اول ترم ما جبتش 2 من 4 هتلاقي انك انت مش من حقك تسجل 17 ساعه، لازم تسجل 5 مواد بس، اهو من اولها كده ايه اتاخرت ماده عن زمايلك. هتيجي بعد كده تخلص اول سنه ليه فريشمان، عايز تدخل تخصص معين، هتلاقي انت مسجل عدد مواد اقل والجي بي بتاعك اقل، تلاقي الجي بي بتاعك ما يدخلكش التخصص اللي انت عايزه، تبتدي تدخل في دوامه تقيله جدا او سخيفه جدا. فمن فضلكم كده من اولها فكره ان انتوا تعبتوا في ثانويه عامه ودي حاجه مؤكده فجايين نريح تتشال من راسكم يا جماعه، انتوا جايين تبتدوا حياتكم.
وتبتدوا شغل. الفرق الوحيد بين ثانويه عامه وهنا ان ثانويه عامه كنت بتشتغل كتير تحت بريشر دمه تقيل، هنا انت بتشتغل اكتر بكتير قوي بس بريشر دمه خفيف. بريشر دمه خفيف ليه؟ لانك انت في الجامعه، لان انت بتبني مستقبلك، انت بتعمل حاجات هتفرق معاك في عمرك كله، مفيش حد بيجري وراك بطريقه سخيفه، لا احنا بنجري وراك بس بطريقه دمها اخف شويه من غلاسه الثانويه، تمام؟ لكن ديفينتلي مجهود هنا مش اقل من مجهود ثانوي، بس الكواليتي بتاعت المجهود مختلفه. يعني مش شغل الدونكي وورك سوري ان انا بحل كل مساله كل شابتر بحل عليه 100 سؤال، لا انا الشيت بيبقى 5-6 مسائل بس افهمهم عدل عشان هيجي لك في الامتحان حاجه تانية، تمام؟ نوعيه الشغل مختلفه لكن مش اقل. النقطه دي يا ريت تبقى واضحه جدا لان دي هتفرق جامد قوي. واسالوا اي حد قال انا كنت اول ترم بستريح اللي حصل له بعد كده، ما بتتلحقش، تمام؟ المهم يبقى حسبنا الجي بي اي بتاع الباشمهندس دون، وبناء عليه هيتحدد حاجات كتيره قوي. لو جاب اكتر من 3/4 هيقدر يسجل 7 مواد في الترم. هو الطبيعي انه يسجل كام؟ 6 مواد. انا لو كل ترم جبت اكتر من 3 وسجلت ماده زياده انا اقدر اخلص الكليه في 4.5 سنين. هي ملهاش لازمه قوي بس هيبقى دايما عندك ادفانتج على زمايلك انك انت بتاخد دايما ماده لقدام، خصوصا المواد مفتوحه. يعني انت ممكن وانت في فريشمان لو في ماده في سنه اولى بس الماده دي ملهاش بري ريكويزيت، يعني مش لازم تبقى حاجه قبلها، ممكن تسجلها من انت في فريشمان. فما عادش في حاجه اسمها مواد، لا انا ممكن في اي ليفل لو في ماده في الليفل الاعلى اسجلها، بس ده لازم تكون شاطر قوي وجايب كام؟ 3/4. الطالب الطبيعي اللي هو بيجيب من 2-3 بيسجل 6 مواد او 17 ساعة، ده اللي هو الافريج اللي هي محسوبة له ال5 سنين بالظبط. الطالب اللي امكانياته اقل، اللي بيشتغل، اللي حصلت له اي ظروف وجاب اقل من 2، يبقى في الحالة دي اجباري بيسجل 5 مواد بس. 5 مواد دول ايه؟ بيختارهم مع الادفايزر بتاعه على حسب اختياراته وعلى حسب ما يتناقش مع الادفايزر، تمام؟ طيب المينيموم انك تسجل 12 ساعه، يعني ما ينفعش الترم تيجي تقول انا مش هسجل خالص انا هستريح الترم ده. لا، المينيموم لازم تسجل كام؟ 12 ساعه. اوكي؟ طيب في نقطة، احنا قلنا ان النجاح في كل مادة من كام في المية يا جماعة؟ من 60% اللي هي دي. لكن لما تيجي تتخرج باذن الله بعد 5 سنين لازم تجيب لازم تكون جايب في الكيوميوليتيف. الكيوميوليتيف اللي هو مجموع كل الترم، مجموع كل السنين اللي هو ال 170 ساعة، لازم تكون جايب فيهم سي. يعني بمنتهى البساطة ما ينفعش تفضل تجيب مقبول طول دراستك. مقبول طول دراستك دي مش هتتخرج من الكلية. أنت لازم تبقى جايب، يعني لو جبت كام مادة دي أنت لازم دايما تعوضهم بمواد فوق السي، تمام؟ لان تاني انت بتتخرج بسي، سي يعني 70%. سي يعني كام يا جماعه؟ يبقى انت كل ماده تنجح فيها ب 60%، لكن مجموع موادك كلها لما تيجي تتخرج بكام؟ ب 70%، تمام؟ فالقلب بقى ونجاحها مقبول مقبول مقبول، كل ده كان بينفع زمان، ما ينفعش في كريت اور سيستم. زي ما قلت لكم كريت اور سيستم از ا فيري ديماندنج سيستم، بمعنى ان هو بيدي لك مميزات كتيره قوي لكن بيطلب منك في المقابل مجهود اعلى من السيستم العادي، تمام؟ يعني هو نظام متطلب جامد، ديماندنج، عايز منك مجهود مختلف عن نظام زمان. طبيعي جدا اي حاجه فيها مميزات لازم يكون قدامها تعب معين، تمام؟ في حاجه اسمها اكاديميك بروبيشن او انذار اكاديمي، ده البعبع بتاعنا سوري، يعني انذار ان انت بتجيب اقل من 2/4. لما بتجيب اقل من 2/4 معناها ان انت بتخسر كذا حاجه. اول حاجه بتسجل 5 مواد، تاني حاجه بتاخد انذار اكاديمي. انت لك اب تو 4 consecutive warning، يعني انت لك لغايه 4 انذارات متتاليه، يعني تقعد 4 ترمات الكيوميوليتيف بتاعك اقل من 2. لو وصلت للانذار الرابع لا قدر الله، يعني 4 ترمات ورا بعض مش عارف ترفع الجي بي اي فوق 2،
انت دخلت في مرحله سيئه جدا انك انت بتبتدي تدفع ثمن دراستك. يعني انت لك اربع انذارات ببلاش لو او ثلاثه، يعني لو اخذت الانذار الرابع الترم اللي بعده انت بتدفع ثمن دراستك، يبقى كده بقينا في الترم الخامس. لو في الترم الخامس معرفتش تجيب فوق اتنين يبقى فاضل لك كمان ترم وهتاخده برضو بمصاريف. بعد ست انذارات متتاليه للاسف بيحصل فصل نهائي من الكليه. تمام؟ يعني انت ليك ست ترمات ورا بعض تخفق فيهم، اعتقد ده حاجه كويسه يعني. انك انت تقعد ست ترمات ورا بعض مش عارف ترفع الجي بي اي، اعتقد بعدها ده معناه انك انت دي مش كليتك ولازم تشوف سكه تانية. السته دول منهم اربعه ببلاش ومنهم اتنين بفلوس. طبعا في اي لحظه بتقدر تكسر الانذارات بترجع تاني على النظام المجاني بتاعنا. تمام؟ يعني لو بعد ثلاث انذارات ولا اربع انذارات عرفت تكسر الاثنين بترجع تاني النظام المجاني. واضح يا جماعه؟ تمام؟ طيب عشان بس يبقى واضح ان احنا بنتكلم على سيستم تاني ديماندنج، عايز منك مجهود معين وبيديلك مميزات حريه حركه اكتر بكتير من نظام الفصل. يعني في نظام الفصل مثلا انت لما كنت بتسقط في مادتين او ثلاث مواد كنت بتعيد السنه، مش كده؟ هنا مفيش حاجه اسمها تعيد السنه، هنا في ليفل. يعني انا ممكن ابقى في ليفل معين وزمايلي في ليفل تاني خالص وانا باخد مواد معاهم هم، بس الماده اللي انا واخدها دي ينفع اخدها حتى وانا في الليفل الاقل. تمام؟ التفاصيل دي كلها طبعا الى حد ما عايز حد يكون فاهم، وده اللي هتفهموه معانا من خلال الادفايزر ترم بترم. طيب النقطه برضو اللي هي تبقى واضحه، ان زي ما اقول انتوا طبعا في نظام تعليم مجاني، بس تعليم مجاني موجه. بمعنى ايه؟ انت لك 170 كريدت فور فري، لك 170 ساعه اكاديميه ببلاش. كل ماده ممكن تستعيدها مرتين يعني، وبلاش برضه. يعني انت هتدخل ماده لو سقطتها هتعيدها كمان مره ببلاش، يبقى انت كده اخدت الماده كام مره؟ مرتين ببلاش. المره الثالثه بتدفع مصاريفها، يبقى انت كل ماده تاخدها كام مره؟ مرتين ببلاش والثالثه بتدفع مصاريفها. انت بتدفع برضه لو بتعمل تحسين. يعني ايه تحسين؟ يعني ماده جبت فيها دي وانت حاسس الماده دي كان ممكن تجيب فيها بي ولا ايه، فانت بتعمل لها امبروفمنت وبتدفع مصاريف. تمام؟ الحاجه الثالثه اللي انت بتدفع فيها المصاريف الصيف. دراسه الصيف دراسه اختياريه مش دراسه اجباريه، بمعنى ان انا ممكن اخلص ال 170 ساعه بتوعي من غير ما اخد ورا صيف، لو انا شاطر وماشي كويس وما بسقطش والكلام ده كله، فاقدر ما احتاجش صيف. الصيف ده كمان بيبقى عليك لود التدريب، فيعني مش طالبه كمان ان انت تسقط فتاخد ماده في الصيف بفلوس وكمان تتعارض مع التدريب، لان انت قبل ما تتخرج لازم تاخد ثلاث صيفيات، كل صيف في اربع اسابيع تمرين وتدريب بجد في شركه وله قواعد معينه احنا بنتكلم عليها في وقتها. تمام؟ يعني من الاخر اشتغل كويس في الوقت بتاع الترم، لان ده هيوفر عليك ان انت تجيب جي بي اي وحش، هيوفر عليك انك تدفع مصاريف، هيوفر عليك ان انت تاخد صيف. صح؟ ومؤكد كلكم جايين بامكانيات زي الفل، كلكم ثانويه عامه يعني اتهرستوا عشان تيجوا. فكل المطلوب تكملوا بهذا المنطق تاني للمره الرابعه بقولها، مش بمنطق انا تعبت فجاي استريح في الجامعه، خالص يا جماعه. انت جاي تشتغل بمزاج، تشتغل بنظافه. اوكي يا جماعه؟ طيب. انا كده خلصت الكلام اللي عايز اقوله. طبعا هيبقى في مؤكد لقاءات كتير وهيبقى في فرص كتير ان احنا نتعرف مع بعض اكتر، واسيب الكلمه دلوقتي للدكتور وليد. دكتور وليد هو منسق فريشمان ستودنت، يعني هو المسؤول عن فريشمان كلها على بعضها، بمعنى ان اي مشكله بتطلع من الادفايزر عليه. تمام؟ وهو هيكون الوجهه دايما اللي بتتعامل معاها. اوكي، اتمنى لكم تاني يا جماعه التوفيق، واهلا وسهلا بيكم وشكرا لكم. Thank you.
على لا هو ما عرفش البتاع ده بتاع طب خليك عادي بقى شغال بالماوس او ايه لا بيقلب لا كمان بيقلب ده ايه بقى معانا طيب صباح الخير لسه نايمين الساعة 11 صباح الخير تاني ألف مبروك إن أنتوا جيتوا هندسة عين شمس زي ما الدكتور مصطفى كان بيتكلم إحنا 15 أو 16 وزير ووزير التعليم العالي دلوقتي من هنا برضو وإحنا ماشيين كده يعني حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر في السبعينات كان عمارة عين شمس يوسف الشريف الممثل بتهيألي تعرفوه هندسة عين شمس سفير مصر في لندن دلوقتي المهندس الشريف كامل 5 سنين امتياز هندسة عين شمس واللي موجودين دلوقتي في الكلية الشباب وبرضو المهندسات شوفوا فريق الهاند بول بتاعنا وبيحقق نتائج رائعة الطيار اللي هو الجون هندسة عين شمس حسن قداح ما شاء الله هتلاقيه 2.5 متر كده يمكن واخد كاس عالم شباب ومن احسن اللعيبه كان في البطولات المختلفه برضو هندسه عين شمس عندنا بطل من الابطال كان جاي النهارده بس حصلت له ظروف يوسف بدوي بطل العالم في الكاراتيه ومحقق ذهبيه بحر ابيض متوسط اللي فاتت دي واول دوري عالمي كاراتيه وان شاء الله لو الكاراتيه دخل التاني في الاولمبيكس ان شاء الله هنشوف يوسف موجود يعني فال عندنا نماذج كتير قوي الحمد لله من المهندسين اللي موجودين في كافة القطاعات انا اسمي احمد راغب ان شاء الله نتقابل ونتعرف على بعض واللي هيخش مدني او عمارة هيلاقيني في سكته في وقت ما يعني ان شاء الله انا منسق الانشطة الطلابية مع قطاع التعليم والطلاب فانا قلت بعد طبعا كلام دكتور خالد اللي هو بيبقى اهم حاجة ليك عشان تعرفها فنبتدي نعرفكم برضو ان الكلية فيها حاجات تانية بتهم ناس كتير قوي في الكلية فانا جاي اتكلم معاكم على طيب الكليه فيها ايه تاني طب احنا عرفنا دلوقتي الكريدت اور سيستم والكليه والنظام والدكتور وليد اكيد هيقول اكتر ايه تاني ممكن يكون موجود في الكليه حاجه تبقى اسايد الدراسه او ماشيه معاها احنا عندنا في الكليه رعايه شباب او اليوث كير ده المنظومه الرئيسيه اللي ليها دعوه ب المهندسين والطلبة اللي موجودين في الكلية بكافة الأنشطة بتاعتها جوه رعاية الشباب عندنا نظام مهم قوي اسمه نظام التكافل الاجتماعي الطلبة اللي بنقدر نديهم دعم الدعم ده في صورة منحة للمشروع في صورة انتقالات في صورة في بعض الأحيان دفع مصاريف الطلبة طبعا باشتراطات معينة هتلاقينا حاطين على مدخل الكلية كده الاشتراطات بتاعة التكافل الاجتماعي السنة اللي فاتت احنا يمكن تحملنا المصاريف او دعمنا المصاريف لحوالي 1000 طالب بتكلفة يمكن توصل لمليون جنيه بدعم طبعا من التبرعات والكليه والجامعه فنظام الحقيقه دلوقتي بقى شغال ومفيد لطلبه كتير قوي فيعني اتس جود تو نو او مهم تعرف عنه وتبقى سامع عنه لو انت محتاجه عن طريق رعايه الشباب تقدر ان انت توصل للمعلومه اللي انت عايزها. عندنا الاسر والانشطه
يمكن الأسر كلمة قديمة شوية كانت بتستخدم زمان، دلوقتي بتستبدل بالأنشطة الطلابية أو الأكتيفيتيز. عندنا 20 أكتيفيتي في الكلية بأهداف مختلفة، المشهورين فيهم تلاقي ميكا وإيسز وإنكتس وكونكتد، في حقيقة أكتيفيتيز كتيرة، وشاركوا معانا في أكتيفيتيز تبع الاتحاد. طبعا اخيرا وليس اخيرا اتحاد الطلبه او اتحاد الطلاب، وطبعا الريبريزنتيفز بتوعهم اللي انتوا شايفينهم في المدرج واللي بيتولوا معانا وبيتولوا دايما بصراحه التنظيم في الايفنتس اللي احنا بنعملها، من افضل الاتحادات حقيقه اللي تواجدت. الشباب دول كلهم بيدوا من وقتهم وبيدوا مجهود علشان يساعدك. فالحقيقة الاتحاد ده اللي اشتغلت معاه السنة اللي فاتت عمل مجهود وشغل، عايز اكلمكم عنه عشان تبقى عارف برضو ايه اللي موجود في الكلية. الاتحاد الطلبة في حوالي 7 لجان، كل لجنة فيها امين وامين مساعد بيعملوا حوالي 14 طالب، بنضيف لهم رئيس الاتحاد لؤي ونائب رئيس الاتحاد محمد ناصر، برضو شابين في سنة رابعة خلاص خلصوا هيمشوا يدوك بس يكملوا المدة بتاعهم لغاية نوفمبر وبعد كده يجي اتحاد جديد. كان نفسي ان انا يعني اعرفك عليهم برضو، بس ايه الاثنين في الغردقة في رحلة مع الكلية، فقلنا ماشي تبقى ايه يعني هدية نهاية المدة بتاعتهم. بذلوا مجهود كويس قوي مع ال 14 اللي موجودين في اللجان، مع الأعضاء كل لجنة ماكسيمم ممكن نوصل لغاية 10، فالاتحاد ممكن يتكون من حوالي 70، احنا الاتحاد بتاعنا فيه حوالي 63 طالب، يعني منقسم الى السبع لجان وكلهم بيشتغلوا. فور اكزامبل اديك شايفين اهو الميديا سنتر بتاعه الاتحاد، غير التصوير بتاع الكليه، لا الميديا سنتر بتاع الاتحاد بيصور وبيصور فيديو وتصوير وبيحط على الصفحه بتاعه الفيسبوك بتاعه الاتحاد، فبرضه في شغل كتير قوي بيبقى موجود وتقدر ان انت تتابعه من الصفحه بتاعه الاتحاد. الاتحاد بتاعنا فيه 7 لجان بديسيبلينز مختلفه، عندنا لجنه النشاط الاجتماعي والرحلات، عندنا اللجنه الرياضيه، بالمناسبه ان امين اللجنه الرياضيه بتاع الجامعه طالب من عندنا اصلا في الاتحاد، اللجنه الثقافيه والاعلاميه، اللجنه الاسر والانشطه الطلابيه، اللجنه العلميه، لجنه الجواله والخدمه العامه، واللجنه الفنيه. الحمد لله السنة اللي فاتت اللجان دي كلها اشتغلت وعملت ايفنتس كتيرة، فافادت قطاعات كتيرة قوي من الطلبة، فهتلاقي ان كل واحد فيكم ممكن ما يبقاش انترستد في كل اللجان او في نشاط معين او في الانشطة كلها، لكن بيبقى انترستد في نشاط معين عايز ان هو يعرف عنه اكتر، وده اللي حصل. يعني بدأنا نكتشف مواهب كتيرة جدا موجودة في الطلبة وبوتنشلز بنقدر ان احنا نساعدها وننميها. فسريعا كده هتكلم على كل لجنة من دول عملت ايه الأنشطة اللي عملتها، ودي يمكن أول مرة في سنة كده نقدر نعمل كمية الأنشطة بصراحة بدعم من قطاع التعليم والطلاب وإدارة الكلية. الأسر والأنشطة الطلابية عملنا مسابقة ما بين الأكتيفيتيز المختلفة في الكورة، والاتحاد كمان شارك فيها وأنا بصراحة شاركت فيها، بس بصراحة عملوا فيا مقلب وخلوني ألعب مع الفرقة اللي كسبت البطولة فطلعت بره من بدري، بس إيه عديتها مش مشكلة. وبعد كده عملنا ايفنت بلاي ستيشن كبير قوي كان بسبونسرز، اعتقد انغامي وريد بول كان سبونسرز معانا، وايفنت كان جميل جدا اتعمل جنب ملعب الكوره وشارك فيه فرق كتير وشارك فيه الاتحاد وشاركنا بالجوائز للطلبه اللي كسبت.
اللجنه الرياضيه عملت برضو شغل كتير قوي. انتوا عارفين او الشباب طبعا عارفين الفانتسي بريمير ليج، عملنا فانتسي بريمير ليج للكليه، عملنا برضو دوري في لعبه الفالورنت. انا بصراحه ما كنتش اعرف عنها اي حاجه، ولما جم قالوا لي عايزين نعمل حاجه زي كده قلت لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، بس طلعت انها حاجه مهمه يعني والناس كتيره انترستد بيها. عملنا طبعا دوري كره قدم سواء في رمضان، عملنا دوري على الترم كله شارك فيه حوالي 128 فريق، عملنا التنس تيبل او تنس طاوله بطوله في الكليه، عندنا لعيب في النادي الاهلي كسب، عندنا برضو بنت من النادي الاهلي خدت مركز ثالث، فكانت انترستنج جدا المسابقه وبتغير المود ثرو اوت السمستر يعني. اللجنه الثقافيه والاعلاميه بدات بمجهود كبير بالميديا سنتر. الميديا سنتر ده اللي بيغطي كل حاجه بتتعمل في الكليه، مش شرط ايفنتس بس احنا بنعملها، لا ممكن تبقى ايفنتس الكليه بتعملها زي الاورينتيشن بتاع النهارده، لكن الاتحاد بيبقى اكتريه الوقت متطوع ان هو عايز يجي يبقى موجود معاك ويوريكوا ان في شباب منكم موجودين في التنظيم بتاعه الايفنتس دي. مكتبة الاتحاد موجودة في رعاية الشباب. عملنا نيوزلتر دلوقتي on monthly basis، كل شهر بيبقى فيه جريدة صغيرة كده يقول اتحاد الطلاب وقطاع الأنشطة الطلابية عمل ايه في الشهر ده، وكل نيوزلتر بتنزل هتنزل على صفحة الاتحاد وبعد كده بتنزل على الويب سايت بتاع الكلية اللي انا هقول لكم عليه بعد شوية. عملنا كده كالتشرال ايفنت، شعر وقصه وروايه، رحلات، عملنا رحلات كتيره، بس مين لي الرحله دي عشان تبع اللجنه الثقافيه، فدي كانت لمتحف الحضاره عارفين بتاع المومياوات، الرحله دي كانت يمكن في الشهر اللي فات اخر الشهر اللي فات، كانت رحله جميله جدا كان فيها حوالي 100 طالب ورحنا زورنا وقضينا 3 4 ساعات في المكان هناك وخدنا صوره جميله جدا قدام المتحف. اللجنة الفنية مع الدكتورة دعاء منسق الأنشطة الفنية بيعملوا مجهود حلو جدا بدعم من الدكتورة دعاء برضو. فريق المسرح والكورال والموسيقى، فريق الكورال والموسيقى عندنا من أحسن الفرق على مستوى الجامعة ويمكن على مستوى مصر، ودايما احنا أول تاني. وفي الموسيقى عندنا حاجة زي عبد الحليم حافظ كده بياخد مركز أول دايما، والفرقه دي دايما بتحقق مراكز. المسرح ابس اند داونز كده، مره كده ومره كده، لكن الفريق حقيقي قوي جدا، فريق الموسيقى والكورال والمسرح، وبيشاركوا دايما في مسابقتين، واحده بتبقى اسمها المسابقه الذاتي او اللي هي الصغيره شويه، والثانيه بتبقى المسابقه الكبرى اللي بتبقى في الترم الثاني. في خلال السمستر هتلاقي فرقة الموسيقى كده داخلة من 12 ل 12 ونص كده، عاملة ايفنت مزيكا اغاني اكوردنج لي اللي موجود شهر رمضان اعياد واتفر العيد ايه، تلاقي بيغنوا اغاني وبيعملوا مزيكا على حسب الايفنت، فبيبقى برضو بيعمل ايه بريكنج للايس في خلال اليوم او في خلال الاسبوع. هندسه جوت تالنت طبعا خدنا الفكره اكيد واضح منين يعني، عملنا تالنت شو. الله، هو كليه الهندسه دي فيها حاجه واحنا عايزين نركز في الكريدت اورز والكلام ده كله؟ لا، عندنا شعراء وعندنا ناس بتاعت مزيكا وجيتار وبيانو واصوات جميله، كان ايفنت حلو قوي. عملنا لهم اوديشن الاول وبعد كده عملنا المسابقه وحضرها الاداره يمكن كلها، وعمل صدى حلو قوي على مستوى الجامعه كمان.
الجوالة بتاعتنا حقيقة بتشارك في أنشطة كتيرة، وبيعملوا دايما إيفنت سواء جوه الكلية أو بيطلعوا بره الكلية، بيعملوا طبعا إفطار جماعي مينلي، وموضوع التسليم والتسلم بتاع العشيرة بتاعهم، وبيعملوا ورش فنية مختلفة على مدار السنة. النشاط الاجتماعي والرحلات طبعا بقى قطاع مهم قوي وبنعمله كتير، يعني عملنا رحلتين، واحدة لإسكندرية واحدة لعيون موسى، دي اللي بنسميها رحلة اليوم الواحد. رحلة الغردقة اهو لؤي ونصر، بس انا يعني عملت كات للصورة عشان كلها شورتات وكروكس وحاجة كده. عملنا مسابقة للشطرنج، مسابقة الشطرنج اللي بيشارك فيها عدد كبير جدا من الطلبة، وبيبقى دايما المسابقات اللي بنعملها بصراحة بنحط فيها جوائز وجوائز مادية عشان برضو ايه يبقى فيه انسنتف للبطولة. انا بصراحة فوجئت بالعدد بتاع الطلبة اللي بتلعب شطرنج واللي شاركت، وانا ما قدرتش ان انا اشارك لان انا ممكن بخطة نابليون اتغلب، فقلت ايه لا خليني بعيد، اوريدي الكورة اتغلبت فيها فالشطرنج هيبقى الموضوع مش ظريف. عملنا الطالب المثالي، مسابقة الطالب المثالي مسابقة بتتعمل كل سنة، السنة دي دكتور خالد مشكورا شارك معايا، الدكتور دعاء وانا طبعا شاركت مع الدكتور خالد، وعملنا كرايتيريا للطلبة، مش مجرد ان انا هسألك اسئلة وبس، لا عملنا كرايتيريا مختلفة سواء مستوى الدراسي، طريقة الكلام بتاعته، النولج الجنرال نولج، بيلعب رياضة ولا لا، بيشارك في اكتيفيتيز ولا لا، علاقاته ايه بزمايله، علاقاته ايه ممكن بره الكلية، كل ده كرايتيريا، واختارنا وكسب عندنا، عملنا مركز اول وتاني، مركز الاول والتاني على كلية الهندسة، راح خد المركز الاول والتاني على مستوى الجامعة. فاحنا عندنا الطالب المثالي لجامعة عين شمس هنا، طالبة في عمارة اتخرجت، وان شاء الله هي اللي يمكن تقول السبيتش بتاعة الطلبة في حفل التخرج اللي جاي كمان اسبوع. واعلنا عن اسماء الفائزين كلهم لمسابقة الطالب المثالي. النشاط الاجتماعي والرحلات، عملنا الافطار رمضان ده كان ظريف جدا بقى، لان شاركت فيه الاداره كلها، وشارك فيه 400 طالب ناحيه رعايه الشباب. وبعد ما عملنا الافطار عملنا بقى شو رمضاني، الموسيقى والكورال عملوا شو، المسرح عملوا شو، كان فيه بقى حاجات بتاع رمضانيه التنوره وشويه لايت شو برضو، ف كان ايفنت جميل جدا وعمل كده بوندينج ومشاركه ما بين الاداره وما بين الطلبه. قدرنا نتعاقد مع شركه للنظارات وجات عملت كشف للطلبه مجاني على النظارات، والفريمز كان عليها 50% تخفيض، وعملنا لطلبه التكافل كمان 100% تخفيض، فبقى بيكشف وبياخد النظاره كومبليتلي فري اوف تشارج. اللجنة العلمية شاركت بقوة وعملت إيفنتس حلوة قوي، بنعمل اجتماع دوري بحضور الدكتور خالد والدكتور محمد عبد العزيز من إدارة الامتحانات ومع الدكتور مصطفى كل ترم، اجتماع مع المناديب بتاعة الدفعات، كل دفعة بتخش الكلية بيبقى ليها مندوب اللي بيتواصل مع دايما الأساتذة. عملنا الاجتماع ده مع المناديب، وكل مندوب بيشرح المشاكل اللي موجودة وإيه اللي ممكن عنده مشكلة في الدفعة بتاعته، ولا مشكلة عامة، ولا حاجة بيفكر إن تتعمل، أو حاجة محتاج إن هو يطورها ريليتد لمثلا جدول الامتحانات. وبنحاول على قد ما نقدر نحقق كتير قوي من المطالب دي، وأصبح الاجتماعات دي اجتماعات دورية وبنعلن عنها على برضو صفحة الاتحاد. فكرة العباقرة عملنا زيها برضو كاس المعرفة، جروبس من الطلبة دخلوا يتسابقوا أسئلة فنية ورياضية وثقافية وتاريخية وكل حاجة، وكسب فعلا فريق وحقق المركز الأول، وبرضو كان ليهم جوائز.
المؤتمر بتاع التعريف بالاقسام غير الاورينتيشن بتاع الطلب بتاع اعدادي. الاتحاد بينظم تو تايبس اوف اورينتيشن. الاولاني بيبقى اورينتيشن سيشن للطلبه الفريشمان اللي داخلين التخصصات، نبتدي نكلمه ايه مدني، ايه كهرباء، ايه عماره، ايه ميكانيكا، ونجيب دكتور من كل قسم يكلمهم عشان يبقى برضو عنده كده جنرال نوليدج عن الاقسام المختلفه للي متذبذب او مش عارف يروح فين. وكمان اورينتيشن سيشن ثانيه للطالب اللي بينتقل من السوفومور اللي هو بقى اسمه اولى لجونيور وهيبتدي يتخصص. طيب لو انت رايح مدني تروح ستراكشر ولا اريجيشن ولا انفراستراكشر، لو انت ستراكشر تروح ماتيريال ولا ستراكشر ولا ستيل ولا كونكريت. كل ده بتفرق كتير قوي ممكن في اختيارات الطلبه، وممكن تفرق في ان انت تغير اختيارك بناء على ان انت اعجبت بالرول موديل اللي جاي لك او بالدكتور اللي جاي بيكلمك سواء اكاديميا او كمان عمليا في سوق العمل بره. والحقيقه احنا 18 و19 اللي فات عملنا التو تايبس اوف سيشن. اخر حاجه الانشطه العامه بتاعتنا، الحمد لله رجعنا الفان داي بتاع الطلبه، عمل يوم 20 مايو على حسب ما انا فاكر 20 مايو. كل الطلبه اللي بتتفرج بقى بيلبسوا تيشيرتس كلهم زي بعض، وابتدي يعملوا اغاني ليهم، وابتدي برده كان في عملنا مسرح ودي جي وعملنا ايفنت فولكلوريك شوز وافريكان شوز، والطلبه استمتعت جدا باليوم لان كان الكلام ده بقاله 3 سنين مش موجود طبعا نتيجه الكورونا. استقبال الدفعه الجديده، المفروض ان انتوا كده وانتوا هنا النهارده، لا انتوا شفتوا الشباب بتاع الاتحاد ده من التقديم في الكشف الطبي لتقديم الاوراق لان هو يساعدك في الاوراق، كل ده من البردنز او من الحاجات اللي الاتحاد بيحب يعملها علشان يدي اكزامبل وتبقى انتوا استمراريه ليهم. احنا عايزين من الطلبه كتير من دلوقتي نلاقي حد يجي في الاتحاد السنه الجايه واللي بعديها ويبقى هو رئيس الاتحاد في المستقبل ان شاء الله. حفلة التخرج، اخر حفلة اتعملت سنة 2019، عندنا حفلة كبيرة ان شاء الله يوم 26/9 في الملعب الكبير، حوالي 400 طالب متخرجين هنكرمهم ونسلمهم الشهادات بتاعتهم، وجايبين بقى اولياء امورهم، فالحفلة يمكن يكون فيها حوالي 2000 شخص، وهيبقى فيها ان شاء الله العميد طبعا هيكون متواجد ولو الوزير قدر ان هو يجي ونقيب المهندسين، وهيبقى فريق الكورال والموسيقى هيقدم فقره، وممكن يبقى فيه برضو حاجه في ارتستيك برضو اضافه، فالحفله هتكون كبيره ان شاء الله ونتمنى نجاحها باذن الله. ده الايميل بتاعي عشان ان كيس انت عايز تستفسر عن حاجه، اهلا وسهلا. مكتبي في 171 في المين بيلدينج، يعني معظم الوقت ببقى موجود، يعني لو عندك برضو اي سؤال تعالى. الويب سايت بتاع الكلية اصبحنا موجودين عليه، تلاقي في مور ستودنت لايف، افتح الستودنت لايف هتلاقي بنقول لك مين الكوردينيتور، مين الاتحاد الطلبة كلهم ال 63 طالب او ال 16 طالب بتوع الاتحاد بتوع اللجان المختلفة، عليها النيوزلتر، عليها صور للايفنتس اللي انا اتكلمت عليها، ففيها ديتيلز كتيرة ودايما بنعمل لها ابديت. ألف مبروك وإن شاء الله هشوفكم تاني. شكرا. ايه الاخبار، عاملين ايه؟ طبعا حاسس انكم اتخضيتوا كده لما قعدنا نكلمكم عن الدراسه وعن الكريت اور سيستم بتاعنا وحاجات زي كده. هو طبعا يعني انا مش عايزكم انكم تكتئبوا من اول يوم، الاكتئاب جاي ما تقلقوش يعني. الكليه عندنا يعني انا عايز اقول لكم ان هي من الكليات الصعبه بجد.
احنا طبعا مش بنديكوا نظرة سوداوية كده في الاول، بس بنقول ايه، احنا من زمان احنا كمصريين حتى بنقول دايما ايه، منخاف حصل له ايه، ها اسمعوا المثل ولا لا، منخاف ايه، سلم، منخاف سلم، يعني معناها ان انت اصلا كل ما انت بتحط تصورات واحتماليات هتبص هتلاقي ان انت حاجه برضو هتلاقينا بقينا كلنا يعني بعد فتره شويه من وجودنا في كليه الهندسه تصرفاتك ابتدت تتغير، تلاقي نفسك دايما شغال بحاجه اسمها نظريه الاحتماليات. ايه نظريه الاحتماليات ديت او البروبابيلتيز؟ ان انت بتقعد تقول ايه، طب انا دلوقتي هطلع من الباب ممكن اشوف ايه، اشوف فلان، طب هعمل ايه، اسلم عليه، لا مش سلم عليه، طب فلان ده هيحصل لي ايه، انا ممكن وانا طالع على السلم اتكعبل، طب لو اتكعبلت هعمل ايه. فبالتالي دايما المهندس يقول لك ايه، شغال على الورست كيس سيناريو. يعني ايه ورست كيس سيناريو؟ اللي هو اسوا حاجه تحصل. ليه بقى؟ عشان لو انا متوقع ايه اسوا حاجه تحصل هعمل نفسي ايه، ها هبقى مستعد لها، صح؟ طيب ولو اسوا حاجه حصلت هيبقى ايه؟ هيبقى صدمه بالنسبه لي. طب لو ما حصلتش وحصلت لي حاجه حلوه يبقى انا ايه؟ هتبسط، صح ولا لا؟ يبقى هي دي هتلاقي نفسك كده كمهندس اتغيرت، طبيعتك في الكليه هنا هتغيرك. انت دلوقتي شغال بطريقه معينه، دماغك بتتبرمج بشكل مختلف، دي بتخلي عندنا شويه ايه؟ شفونيه زي ما بيقولوا، ان نقول ان احنا مش اي حد زي المهندس. مش بتلاقوا دايما ميمز كده حاجات بتضحك يقول لك انا مهندس انت ازاي بتكلمني عادي؟ معلش بقى، هي احنا لينا حقنا، مهندس غير اي حد تاني، ماشي؟ طيب عشان ما اطولش عليكم، عشان انتوا بتيجوا عند وقت تفصلوا، نلاقي بعد شويه يقول يا نهار انا بقالي كام ساعه عمال اسمع في كلام. لا، احنا انا هنا وظيفتي وهتلاقوني موجود معاكم دايما، متواجد في كل وقت، ما عنديش اي ريستريكشنز على ان انت تكلمني او تتواصل معايا. فبالتالي هنا انا زي ما انت شايف كده في الاول هنا كاتب لك ده رقم تليفون، ده واتساب انا عامله للطلبه اللي عايز اي حاجه يبعتها، ماشي؟ بس يعني ما تتوقعش انك تبعت لي الفجر وارد عليك، ممكن ارد عليك بعدين يعني، بس هو يعني المفضل ان يبقى فيه ايه شويه حدود معينه، عندك مشكله تبعتها لي. بس طبعا زي ما دكتور خالد قال ان انت عندك في حاجه اسمها ادفايزر، وده اللي انا هتكلم عليه بقى دلوقتي، الارشاد الاكاديمي وايه الادفايزر ده وبيعمل ايه وكل الكلام ده كله، ماشي يا جماعه؟ فلو الادفايزر ما قدرش يحل لك المشكله انا باجي في الدرجه اللي بعده ان انا احاول ان انا اساعدك واحل لك الايه المشكله اللي موجوده معانا. اللي هيتصل بيا مش هيلاقي اي استجابه، ما بردش على التليفون ده، ده مجرد ان هو معمول واتساب لاستقبال المشاكل بتاعتكم، تمام؟ طيب نيجي نقول دلوقتي مع بعض، احنا خلاص الحمد لله الف مبروك دخلنا كليه هندسه وحاجه عظيمه قوي، هنتعامل ازاي بقى مع النظام ده؟ طبعا انا عايز يعني مش عايز اديكم تجربتي لان انا راجل كبير عجوز، فبالتالي تجربتي كانت زمان لما اول ما دخلت الكليه اتصدمت، حصل لي كده ايه تشوك في اول ترم، ايه ده نظام مختلف خالص عن الايه عن الثانوي، احنا كنا في الثانوي شغالين بطريقه، جينا هنا لقينا طريقه ثانيه مختلفه. اول حاجه دخلت اول ميد ترم لماده معينه مش عايز اقولها لان الماده دي بقيت انا الدكتور فيها بعد كده، فالمهم ما عرفتش احل الميد ترم، جبت تقريبا ايه كان بيقول لي معرفش سمع الاثبات الفلاني، فانا داخل انا مش عايز حفظ، انا ما بعرفش احفظ، فدخلت كده ما حلتش حاجه في الميد ترم. ساعتها كان السيستم مش هياثر عليا قوي لان السيستم كان بتاع السنه كامله، غير حتى السنه ما كانش في ترمات اصلا على وقتي، فقدرت ان انا اعمل ايه الحق نفسي في الاخر. بس حصل الواحد شوك كده اني اول ما دخلت كان عندنا زمان يقول لك ايه ده فلان ده سقط ازاي، ده راجل متفوق في ثانويه عامه ازاي يدخل كليه هندسه ويسقط، يعني ايه يسقط دي حاجه صعبه مش كده ولا لا، مش كده؟ وطبعا الواحد داخل بيقول انا جايب حاجه و90 بقى وفاتح يعني فارد صدري وبتاع، ابص الاقي جوه يقول لك لا ده في ثلث الدفعه تقريبا سقط، يا خبر متفوقين ثانويه عامه بيحصل فيهم كده؟ فانا زي ما بقول لكم ما بش بخوفكم بس خلي بالك، يعني بيقول لك ايه يعني خلي بالك في اللي جاي. طيب تعالوا بس عشان ايه نخش على المعلومات اسرع شويه. طيب احنا بنتكلم على الارشاد الاكاديمي، حكايه الارشاد الاكاديمي ده بقى كل واحد فينا طبعا جالنا الايميل مش كده وجالنا الكود بتاعنا، لان انا اوريدي عشان نيجي النهارده دلوقتي سجلنا بالايه بالرقم بتاعك، الكود بتاعك والايميل بتاعك ده حاجه مهمه جدا، لازم تبقى انت حافظهم وتبقى حافظ الكود بتاعك ده كانه رقم البطاقه بتاعتك. يعني انت دلوقتي عندك الكود بتاعك او الاي دي بتاعك هيبقى 22، طبعا ده عشان انتوا داخلين الكليه سنه 22، ف 2200 بعد كده ثلاث ايه؟ ثلاث ارقام حاليا، طبعا بعد شويه ممكن تبقى 2201 لو العدد زاد عن الايه؟ ل 1000 كام طلبه مسجلين على السيستم. ف
فانت عندك مثلا 2 2 0 0 3 3 مثلا، فده الايه؟ ده الكود بتاعك. طيب لو حطيت بعديه ات علامه الايميل، وبعد كده تحط الدومين بتاع الكليه اي ان جي اللي هي الانش دوت اي اس يو اللي هي الجامعه دوت اي دي يو دوت اي جي، ده الايميل الرسمي بتاعك اللي انت لازم تبقى حافظه كويس، وحافظ الباسورد اللي انت عملتها بعد ما دخلت على مايكروسوفت وابتديت انك انت تظبطها. تمام؟ من غير الايميل ده انت عندك مشكله كبيره، اي بروسس اي عمليه عايز تعملها لازم تبقى ايه؟ عن طريق الموقع بتاعنا. دلوقتي احنا لما التحقنا بالكليه على طول السيستم الاداره ابتدت تخصص لكل طالب منكم ادفايزر، فانت دلوقتي تقدر تعرف الادفايزر بتاعك. الادفايزر ده يعتبر ايه؟ هنقول زي ولي امرك جوه الكليه، حصل لك اي مشكله لازم تروح توصل له المشكله دي وان هو يحاول يساعدك في انك تحل المشكله دي. طيب الادفايزر بتاعنا ده نوصل له ازاي؟ نعرف ازاي نتعامل معاه؟ طبعا هنا ممكن ان انت بقى تعرف عن طريق الخطوات التاليه. دلوقتي طبعا كلنا دخلنا على اللي دخلتوا على الموقع ولا ما دخلتوش؟ بندخل على الموقع بتاع الكليه اللي هو eng.acu.edu.eg. بعد كده بتلاقي زي ما انت شايف فوق كلمه لوجن على اليمين اهيت، شايفينها يا جماعه؟ يبقى على اليمين بتدوس على لوجن ديت، فلما تدوس على لوجن يبتدي يطلع لك مكان تدخل الايميل والباسورد بتاعتك، هتدوس على الحته ديت فبالتالي كده يروح على طول مدخلك على الموقع تاني. تمام كده؟ طيب بس الكلمه اللي فوق بعد ما كانت لوجن اتغيرت، بقت ايه دلوقتي؟ بقت ماي اكونت. ماي اكونت فوق اهيت على اليمين، ماي اكونت ديت يعني حسابي. دي بقى اهم حاجه بقى، هتدوس عليها هيبتدي يظهر لك ايه بقى؟ يظهر لك حاجه اسمها الداشبورد. الداشبورد او اللي هو ايه بقى؟ لوحه المعلومات بتاعتك اللي انت تقدر تستخدمها وتقدر تعرف منها حاجات كتير قوي، ويمكن دلوقتي هنحاول لو عندنا وقت اوريكم بعض الحاجات اللي تستفيدوا بيها. شايفين مليانه زراير بحاجات معينه بوتومز اللي احنا ندوس عليها. ايه اللي بالاحمر ده؟ هنا فوق كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا ان احنا كل طالب زي ما احنا هنعرف او عرفنا دلوقتي ان في حاجه اسمها جي بي اي. فالجي بي اي ده اللي هو المعدل التراكمي بتاعك ده، ده هيبتدي ان هو يبقى رقم معين. بس طبعا انت دلوقتي كلنا ما عندناش اي جي بي اي لان احنا لسه ما خدناش اي حاجه. تمام؟ فعشان كده انا فاتح اكونت اهوت مثلا، الاكونت ده بتاع طالب موجودين هنا، فزي ما انت شايف مش ظاهر الجي بي اي. هتقولي طب وده بيظهر فين بقى؟ بيظهر جنب البلوك الاحمر ده، بيبقى في بلوك تاني كده جنبه هيبقى مكتوب فيه جي بي اي. تمام؟ وجنبه كده جنبه كاتب لك ايه هنا؟ كاتب لك 2 جنب. ايه 2 دي؟ 2 دي بيفكرك خلي بالك ان انت ما تقلش عن مين؟ عن جي بي اي 2. لو قلت عن جي بي اي 2 بقى عندك مشكله. لو انت فوق الجي بي اي 2 هتلاقي الايكون ده والحته دي الريكتانجل ده هتلاقيه بالاخضر. اول ما يقل خلي بالك هنا في ايه؟ مشكله. يبقى انت هتلاقي فيه كده ايه؟ بلوكين، بلوك بتاع الجي بي اي بس ده طبعا مش هيبقى موجود معاك طول الترم الاولاني، هيبتدي يظهر لك بقى من الترم الجاي ان شاء الله. والبلوك الثاني ده بتاع عدد الاسابيع التدريبيه. شوف كاتب لك ايه في الدايره الصغيره اللي جنبيها؟ ها؟ 12. 12 ده لان كل واحد فينا مش هيتخرج من الكليه بعد مرور السنين الخمسه ان شاء الله الا لما يكون عمل 12 اسبوع تدريبي، فبالتالي هنا الرقم اللي جوه ده مش ده معناه انت ايه؟ انت عملت 12، لا، ده بيقول لك خلي بالك انك عليك 12. عمليه تذكير بس عشان نفضل ايه؟ بنفكرك جي بي اي 2 اوعى تقل عن 2، جي بي اي عدد اسابيع 12، حاول تقرب من ال 12، خلص. تمام؟ فدي اول حاجه ظاهره عندنا. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو ان انا عايز اعرف الادفايزر بتاعي. في بعضنا ممكن يكون شطار قعدوا يدعبسوا في الموقع زي ما بنقول كده، عرف الادفايزر بتاعه صح؟ في حد عرف الادفايزر بتاعه لسه؟ واحد من كل اللي قاعدين. الشباب الادفايزنج ده متقسم من 3 4 ايام، يعني معناها ان انت كل ادفايزر كل واحد يعرف الادفايزر بتاعه. طب اعرف ازاي؟ بصوا بقى هتيجي هنا تدوس على ايه؟ على ماي ايه؟ ماي سيرفيس. دوست على ماي سيرفيس خدماتي، بعد ما دوست على ماي سيرفيس هخش على كورس ريجستريشن اللي هو تسجيل الايه؟ المقررات. طب لما ادوس عليها يظهر لي ايه؟ هيظهر لي هنا اهوت زي ما انت شايف كده صفحه، الصفحه دي فيها الادفايزر اسمه ايه؟ وهيظهر لي جنبه ايه؟ الايميل بتاعه. فانت عندك دلوقتي هنا ادي الادفايزر، ادي الايميل بتاعه الرسمي بتاع الكليه اللي انت تقدر ايه؟ تتواصل معاه. طبعا هتختلف من واحد للتاني، يعني ده الطالب ده مثلا انا الادفايزر بتاعه فعشان كده ظاهر الايميل بتاعي، ظاهر اسمي وهكذا.
تمام. وزي ما انت شايف بيبقى الصفحه دي مليانه معلومات، يعني مثلا زي ما شايف الترم ايه، ايه الترم ده مكتوب فوق كلمه الترم ايه؟ ها، فول، فول 2022 مش كده؟ ففول دي يعني معناها الترم اللي هو الحالي بتاعنا. احنا عندنا اول ترم بنسميه الخريف اللي هو الفول، الترم الثاني بنسميه سبرينج الربيع، وفي ترم ثالث اللي هو السمر. فانت السنه الاكاديميه بتاعتك متقسمه كام ترم؟ ثلاث ترمات. طيب هل لازم نسجل في السمر؟ لا. فانت الديفولت بتاعنا ترمين اللي هم مين ومين؟ الفول والايه؟ والسبرينج، تمام؟ واحد قال لا انا مش عايز اسجل الفول ده وعايز اقعد في بيتنا. لا، كده معناها بيبقى فيه مشكله، بتاخد حاجه اسمها انذار ايه؟ انذار اكاديمي، لان احنا عرفنا ان اللي يسجل اقل من 12 ساعه هياخد انذار اكاديمي، فاللي مش هيسجل خالص هياخد برضو ايه؟ انذار اكاديمي. فطبعا هنا خلي بالك من ايه؟ من الحته دي. طيب تمام، خلاص عرفنا بقى دلوقتي انك هتخش ازاي؟ يبقى تخش على ايه؟ ها؟ ماي اكونت، بعد كده على ماي سيرفيسز، بعد كده على كورس ريجستريشن، تسجيل المقررات، هيطلع لك صفحه، الصفحه دي فيها اسم الادفايزر بتاعك والايميل بتاعه عشان تقدر تتواصل معاه وتبعت له وكل الكلام ده. السيستم بيتيح ان انت تكلمه كمان على الموقع، بس طبعا مش هيبقى لايف تشات، لا ده هيبقى هنا عندك فيه كلمه ديسكاس، شايف ديسكاس اللي على اليمين فوق؟ تمام. لو دوست على ديسكاس ديت هتفتح لك ويندو، الويندو دي تقدر تكتب له رساله، فهتدوس عليها سبميت او سند، لما تدوس له سند يبتدي يظهر في البلوك اللي هو شايفين الاورنج اللي فوق ده، هيظهر له بقى عنده هو في 1 2 3 4 على حسب جات له كام رساله، يدوس عليها يبتدي يعرف ان الطالب بعت له رساله على الموقع، يبتدي يخش ويرد عليه. فطبعا عمليه اللي هي التواصل بينك وبين الادفايزر فيها اكتر من شكل، يا اما تبعت له على الموقع، يا اما تبعت له على الميل الرسمي، وده الاحسن لان هو هيبتدي يشوفها في الميل الرسمي، يا اما ممكن يكون الادفايزر اول ما يبتدي يتعرف على الطلبه اللي هم تبعه يعمل لهم جروب مثلا بتاع واتساب، وبالتالي يبتدي ان هو يبقى ايه يتواصل معاهم عن طريقه، حسب بقى الطريقه اللي موجوده ان شاء الله هتعرفوها. خلاص، يبقى الادفايزر ده حاجه مهمه قوي لازم تبقوا عارفينه ايه كويس. خلاص يا جماعه، طيب ماشي، يجي لي رساله يقول لي ايه الادفايزر ما بيردش عليا، المفروض ان الادفايزر يرد عليك لان دي الشغلانه بتاعته. يرد عليك امتى؟ تبعت له دلوقتي وتقول لي ما ردش عليا بعد نص ساعه؟ لا، انت قدامك يومين، يعني عندك 48 ساعه المفروض ان هو يرد ايه فيهم على الايميل بتاعك، ويكون الرد ده ايه يعني كافي بالنسبه لك. لو عدت الفتره دي ما ردش عليك ابعت لي بقى ساعتها، ابتدي ان انت تكلمني. طبعا ان شاء الله هتلاقي الناس بترد عليك اسرع من كده، احنا طبعا عارفين ان انتوا في اول سنه بيبقى في معلومات كتير ناقصاكوا، فبالتالي هنا بنشجع او الادفايزر كلهم متعاونين ان شاء الله ويساعدوكوا تبقوا عارفين كل ايه؟ كل حاجه. طيب هنا بنيجي لنقطه مهمه قوي، الادفايزر هل مهمته انه يقول لك سجل كذا اعمل كذا؟ هل ده القرار بتاعه؟ لا. امال ايه بقى الوظيفه بتاعت الادفايزر؟ الادفايزر المفروض ان هو يبتدي يحط لك ايه؟ يقول لك كل السيناريوهات المحتمله اللي انت هتفيدك. يعني مثلا يجي لي طالب وليكن مثلا طالب جه في الترم الايه الاولاني، او مثلا الجي بي اي بتاعه نزل تحت 2 فجاله ايه؟ جاله انذار، فجاي بيقول لي طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ هقول له دلوقتي نتيجة ان انت اخدت انذار ونتيجة ان انت الجي بي اي بتاعك نزل تحت 2، احنا عرفنا كده ان انت طالب يعني مستواك اقل شوية محتاج مساعدة، فاول مساعدة مننا ان احنا مش هنخليك تسجل كل المواد، هنعرف هنخفف اللود عليك شوية، بعد ما كنت هتسجل 6 مواد بحد أقصى 18 ساعة، لا هتسجل 5 مواد بس، تمام؟ فهو يبتدي يجي يقول لي طب أنا دلوقتي كده طالما إن أنا الجي بي إيه بتاعه قليل، المفروض إن دفعتي أو الناس هتسجل 6، يبقى أنا المفروض إن أنا إيه؟ هسجل 5 بس منهم، يبقى أنا هستبعد مادة منين؟ من الستة دول. طيب المادة دي أختار مين؟ اسيب دي ولا اسيب دي ولا اسيب دي ولا اعمل ايه بالظبط؟ يقوم بقى الادفايزر يبتدي يتدخل هنا بقى ويقول لك ايه؟ يقول لك اه خلي بالك من حاجه، انت دلوقتي عايز ايه رغبتك؟ عايز تتخصص في ايه؟ تقول لي مثلا انا عايز اتخصص مثلا وليكن في ايه واحد بيقول عايز عماره. طب عماره؟ لا، يبقى بالتالي خلي بالك انك ما تقدرش تسيب مثلا البروجيكشن،
البروجكشن دي اللي هي الاسقاط دي ماده مهمه لازم تكون ناجح فيها عشان تقدر تخش مثلا قسم ايه، قسم عماره. وبالتالي هنا لو انت سبتها وما خدتهاش ودرست الخمسه الباقيين التانيين وسبتها هي، مش هتقدر تخش عماره لما يفتح التنسيق في السنه الجايه وتخش القسم بتاعك. يبقى انا هنا ابتدي اقول لك ايه، طب انت عايز تخش ايه؟ تقول انا عايز اخش ميكانيكا. اقول لك خلي بالك ان متطلب دخول ميكانيكا النجاح في ماده الرسم الهندسي، يبقى ما تسيبش الرسم الهندسي ولازم تاخدها عشان تخش في ميكانيكا. يبقى بالتالي هنا لازم يبقى في حوار بين الادفايزر والطالب، ويبتدي ان هو الدكتور يقول له ايه، ادي عندك مسار كذا لو عايز تخش القسم الفلاني، مسار كذا لو عايز تخش، وهكذا. القرار قرار مين بقى؟ قرارك انت. عشان كده احنا بنتعامل واللائحه محطوطه على اساس ان احنا بنتعامل مع طلبه كبيره. الطلبه الكبيره دي صاحبه قرار، يعني هي اللي بتختار. واحد يقول ايه، طب انا دلوقتي سبت الماده اللي هي السادسه دي، طب ما هديها اخدها امتى؟ برضه يبتدي الادفايزر يقول لك عندك احتماليات انك انت تعمل ايه؟ تاخدها في السمر، بس ده هيتطلب عليه انك انت هتدفع مقابل، لان كل ماده بتدرسها في السمر بتبقى بمقابل مادي. لو الماده بثلاث ساعات هنضرب ثلاث ساعات في قيمه الساعه الاكاديميه الواحده كمصروفات، يطلع لك رقم كبير 7000 وشويه. فطبعا ده قرارك، هتاخدها في السمر؟ تقول لي لا انا مش هقدر اخدها في السمر. ما فيش مشكلة، تاخدها فين؟ السنة الجاية لما تتخصص وتخش القسم بتاعك. طبعا دي هتسبب لك تأخير، ممكن تسبب لك تأخير، بس زي ما انت شايف كده الخطة بتاعتنا الدراسية فليكسبل مرنة. يبقى ليها ايه بقى؟ احتماليات كتير، ممكن اعمل حاجات كتير قوي. انت عندك ممكن واحد يقعد يسجل 12 ساعة بس كل ايه؟ كل ترم، فطبعا ياخد وقت ايه؟ أطول، فياخد سنين أكتر عشان يتخرج، بس في المقابل اللود بتاعه صغير، وفي المقابل ممكن يبقى عنده وقت تاني يكون بيشتغل بيعمل فيه أي أكتيفيتيز تانية في حياته. فإذا أنت صاحب القرار، أنت اللي بتختار مش الأدفايزر، الأدفايزر بينصحك وأنت بتبقى ليك القرار في أن أنت تختار تاخد إيه بالظبط وتعمل إيه. تمام؟ طيب. نقل دلوقتي لنقطة معينة اللي هي يبقى التولز اللي احنا الخطة بتاعتنا ديت أو اللي هي الكريت أور سيستم. ايه اللي بيحصل بالظبط وايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه والايام اللي جايه؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى في مرحله التسجيل، ان احنا نسجل الايه؟ المواد بتاعتنا، صح ولا لا؟ فدلوقتي هنا تقول لي طب انا عرفت منين انها الاسبوع الجاي؟ اقول لك هنا بينزل عندنا، لو انت دخلت على الموقع بتاع الكليه هتبص هتلاقي عندك في كلمه education، شايفها؟ الايديوكيشن ديت كلمه education على الشمال. لو دوست عليها ينزل لك تحتها سلايدنج منيو فيها كلمه اندر جراد، ودوس عليها يبتدي يطلع لك صفحه. الصفحه دي هيبقى فيها كذا ايكون، لو دوست على ايكون في ايكون اسمه التايم تيبلز او الجداول، فهيطلع لك هنا من ضمن الجداول اول ايكون هتلاقي فيه زرار كلمه اكاديميك ايه؟ كالندر. اكاديميك كالندر ديت تضغط عليها يطلع لك ينزل لك فايل بي دي اف فيه اللي هي الايه بيسموها التقويم الاكاديمي او الخطه بتاعتنا. فيعني ايه الخطه بتاعتنا؟ يعني احنا دلوقتي هيحصل ايه من يوم كذا ليوم كذا، من يوم كذا ليوم كذا يحصل ايه، وهكذا. فدي كده خطه مبدئيه موجوده عندنا، زي ما انت شايف مكتوب لك ان الريجستريشن من امتى؟ ها؟ من يوم ايه؟ 29 ان شاء الله، يعني يوم السبت. تمام؟ طبعا بيبقى في شويه تعديلات ممكن يعني تحصل على اللائحه ديت او على التسجيل ده بسبب ان يكون السيستم لسه مش جاهز او جاهز او حاجه زي كده، لان انتوا مش انتوا بس اللي بتتعاملوا مع السيستم ده، السنين الثانيه في نفس الوقت. فهو طبعا لو في حاجه تمنع ان هم نبدا في التسجيل مثلا في اليوم ده ممكن يبقى لازم يتطبق على الكليه كلها. اوكي؟ اي معلومات هتعرفوها نبعت لكم على صفحه الكليه الرسميه او عن طريق برضو الجروب بتاع الفيسبوك بتاع الاتحاد، برضو بيبعت لكم حاجات ومعلومات هتبقى ايه بالنسبه لكم متداوله. هتبص دلوقتي طب تقول لي خلاص انا شايف في حاجات تانية مكتوبه جنبها، ايه مكتوب تحتيها؟ ها؟ الكلاسز يعني الدراسه هتبتدي امتى وتنتهي امتى، فده التاريخ اللي موجود عندنا. الميد تيرم اكزام هيبقى في انهي اسبوع مكتوب برده التاريخ بتاعه. الفاينل اكزام من كام لكام، الاجازه هتبقى من امتى، كل الحاجات دي. بس في حاجات تانية مكتوبه برده، مكتوب لك كلمه ايه؟ دروب. ايه الدروب دي بقى؟ دي يا جماعه الدروب دي عباره عن تول موجوده في الكريت اور سيستم. يعني ايه دروب؟ او بالعربي بيسموها حذف، اسقاط، احذف حاجه. ده بقى بيحصل ازاي؟ اللي بيحصل دلوقتي هنا ان انت دلوقتي سجلت، دخلت سجلت كام ماده؟ ها؟ احنا كلنا زي بعض هنسجل كام؟
ست مواد، ما هو مفيش حد معاه جي بي اي عشان يتحكم فيه ويقول له هتبقى هاف لود ولا فول لود، هنسجل ست مواد. طيب واحد دخل المحاضره في اول محاضره كده بص لا ده الماده دي ماده صعبه مش عاجبني الماده دي، طب اعمل ايه دلوقتي؟ هنا طبعا كان زمان مفيش حاجه اسمها مش عاجبك. يعني ايه مش عاجبك؟ هتدرس يعني ايه؟ يعني هتدرس ست مواد. لا دلوقتي لا، انت دلوقتي عندك مطلق الحريه انك تيجي تقول انا في خلال اول اسبوعين، دخلت اول اسبوع دخلت تاني محاضره في الاسبوع التاني لقيت الدنيا مش عاجباني، الماده دي انا عاملها دروب دلوقتي وبدرسها فين؟ في وقت بعدين. تمام؟ فبالتالي تروح عامل ايه؟ داخل دلوقتي على السيستم بتلاقي مكتوب لك ان في عندك الماده اللي انت مسجلها ماده 1 2 3 4 5 6 وجنب كل ماده مكتوب لك زرار دروب. فتدوس على دروب، انت بتعمل دروب ريكويست، انت بتطلب انك تحذف الماده دي. ايه اللي بيحصل دلوقتي هنا؟ بيتبعت الريكويست ده لمين؟ للادفايزر بتاعك، بتبعت له ايميل على الايميل الرسمي بتاعه بتقول له لو سمحت اعمل لي دروب للماده ديت واقبل الريكويست بتاعي، ويدخل على الموقع يعمل ايه؟ يعمل لك ابروف ويروح دايس على كلمه ابروف لطلبك، يبقى ساعتها يحصل ايه الماده دي؟ تتشال من الحساب بتاعك. يبقى انت كده تعتبر سجلتها؟ لا خلاص، يبقى الماده مش موجوده عندنا في الحساب بتاعنا، وبالتالي كده عملنا دروب، وبدل ما كنا مسجلين ستة هنسجل كام؟ خمسة، بس بشرط ما نقلش عن كام ساعه؟ عن 12 ساعه. تمام؟ يبقى دي تول موجوده في الكريت اور سيستم لازم نبقى عارفينه. انت حر تقول لي طب ما انا ما اعمل دروب هتاخر في الوقت. طب ما هو حاجه على حساب حاجه، كل حاجه في الكليه هنا ليها مميزات وليها ايه؟ ليها عيوب. ميزات ارتحت يا سيدي من الماده اللي قفلتك من اول اسبوعين. تمام؟ طيب عملنا دروب خلاص بقينا معانا خمس مواد. نيجي نشوف بقى درسنا المواد، جينا بعد كده لقينا في كلمه ايه بقى؟ ويزرو. ايه بقى الويزرو ديت؟ ويزرو بالعربي يعني سحب المقرر. طب ده يعني اعمل ايه يعني؟ ده يحصل ايه؟ اقول لك بقى اللي بيحصل، اللي بيحصل انت بتدرس، قعدت اول اسبوع، ثاني اسبوع، جه الاسبوع السابع دخلت الميد ترم لقيت الدنيا ضلمه. ما حلتش حاجه، طلعت لقيت نتيجه الميد ترم وحشه جدا، خفت ان انا كده ايه؟ ان الجي بي اي بتاعي هيتبهدل لو سقطت في الماده دي. يبقى بالتالي اعمل ايه ساعتها؟ الخطه الدراسيه او الكريت اور سيستم عندنا بيدي لك تول جديده. طول يعني اداه حلوه كده ليها استخدام استعملها، اسمها ايه؟ ويزرو. يبقى الويزرو ده مسموح لك انك تسحب الماده. تقولي يعني ايه اسحب الماده؟ يعني اشيلها من التسجيل بتاعي. طب حلو قوي، بس دلوقتي ده امتى هيتفتح؟ من يوم كذا ليوم كذا. هيبقى متاح لك انك تخش على السيستم وتروح جاي جنب الماده اللي مضايقاك دي واللي انت جبت فيها درجات وحشه، تعمل تدوس على كلمه ايه؟ هتلاقي الايكون اللي جنبه او الزرار اللي جنب الماده اتغير، بقى اسمه ايه دلوقتي؟ ويزرو ريكويست. تروح دايس على ويزرو يطلع لك عليها ويروح للادفايزر ان الطالب الفلاني عايز يعمل ويزرو، مش هيعمل ابروف الا امتى؟ لما تعمل ايه؟ ها؟ تبعت له ايميل رسمي. من اي ايميل؟ من ايميلك الرسمي على ايميله الرسمي. فاهمين الحته دي؟ محدش يبعت من جيميل ولا من هوت ميل ولا كده، الكلام ده كله مش هيتقبل، لازم من الايميل الرسمي. الايميل الرسمي اللي بتخشوا فيه عن طريق مايكروسوفت او اوتلوك. اوكي يا جماعه؟ لازم نهتم بالنقطه دي. طيب عمل لك ويزرو، طب هي كده دلوقتي الماده دي مش هتتحسب معانا في الجي بي اي صح؟ تمام؟ بس هتتكتب لك على السيستم ان انت سجلتها وعملت لها سحب. تقول لي طب يعني انا دلوقتي خسرت ايه؟ خسرت ايه؟ وهل الويزرو فرق عن الدروب؟ الدروب اتحذفت خالص صح؟ مش كده؟ لانها كانت من الاول، انما انت هنا قعدت معايا سبع اسابيع وثمان اسابيع عشان تاخد القرار ده. فالويزرو ساعتها بيحسب الماده من المره المجانيه، انت طبعا عارف ان انت ليك كم مره مجانيه في الماده تسجيلها؟ مرتين، والمره الثالثه تبقى بفلوس، يبقى بيحسب لك مره مجانيه، يبقى انت كده ليك كم ماده كلام مره كم مره كمان؟ مرة تانية تسجلها صح؟ وبعد ما المرة التانية تسجلها هتبتدي ان انت هنا دي يعني ايه لو نجحت فيها كان بها، ما نجحتش فيها لا قدر الله هيبقى بالتالي عندك بقى المرة التالتة تبقى بفلوس. يبقى كده الويزرو حلو وله برضو ايه؟ مشكلة تخلي بالك منها، ان انت لو عملت ويزرو ضاعت عليك مرة من المرات المجانية اللي ان شاء الله ما تحتاجش ان انت تبقى كده. احنا بنتعامل مع طلبة متميزين ومعظم الناس بتبقى كويسة على فكرة، بس طبعا لازم تبقى عارف كل امورك لان دي الرولز بتاعه اللائحه واللي هي قانون بتاعنا اللي احنا بنمشي فيه جوه الايه؟ جوه الكليه. عملنا الويزدرو تمام؟ واحد قال لا انا هعاند نفسي ومش هعمل ويزدرو.
انا هسيبها ويمكن ايه ربنا يعني ينفق فيا واخش في الفاينل احل كويس والماده تعدي. تمام، هنقول له ده قرارك، ده الريسك بتاعتك، انت راجل كبير، انت صاحب القرار. بس انا هوريك دلوقتي ميزه تانية، لو كان الطالب ده سمع كلامي وعمل ويزرو كان هيستفيد ايه. خليك دلوقتي بس معايا ونشوف بعد كده ايه اللي جاي تاني. طبعا هنا دي اللي هي بتاعه الجريدز، زي ما قلنا كده خلي بالك ان انت شغال بجريدز، ما بقاش في امتياز جيد جدا، بقى في عندك جريدز معينه. هنا بقى نيجي للنقطه بتاعه الويزرو. ايه حكايه الويزرو ديت؟ الويزرو دي مهمه وظريفه قوي، بحيث ايه؟ انها بتحافظ على الجي بي اي بتاعك. تقول لي ازاي تحافظ على الجي بي اي بتاعي؟ اقول لك بص، انا هنا حاطط لك في الجدول ده مثال كده لطالب، الطالب ده دي النتيجه بتاعته، وحاطط لك هنا لو هو امتنع او ما عملش ويزرو وما سحبش الماده، كان عنده هنا زي ما انت شايف ماده المواد بتاعت دي التقديرات بتاعت المواد المختلفه، وعندك هنا في كيمياء، الكيمياء مكتوب فيها ايه؟ اف. اف يعني ايه؟ يعني سقط فيها، صح كده؟ فاحنا عرفنا ان هو لما بينجح في ماده بتقدير معين الجريد ده بيترجم لنقط. بيترجم لايه؟ لنقط. النقط دي بتبقى انت عمال طول ما انت ماشي في اثناء دراستك عمال تجمع في بوينتس، تجمع في نقط. عايز تحسب الجي بي اي بتاعك في اي لحظه من اللحظات تاخد البوينتس دي وتقسمها على مين؟ على مجموع الساعات اللي بتحسب عليها الايه؟ الجي بي اي بتاعك. طيب هنا بص كده، احنا هنا عندنا البي ماينس دي تعادل كام نقطة؟ ها؟ 2.7 نقطة لكل ساعة أكاديمية. طب المادة دلوقتي هنا عندنا ليها كام ساعة؟ تلات إيه؟ تلات ساعات، فراح هنضرب التلاتة في 2. كام بقى دلوقتي؟ 7 يطلع 8.1، يبقى ده عدد النقط اللي الطالب ده قدر إن هو يتحصل عليها في المادة ديت اللي هي إيه؟ ماس 1. تمام؟ طب افرض جاب إيه بلس؟ ياخد كام؟ أو إيه؟ ها؟ ياخد 4 يضربها في 3 يبقى كام؟ ها 12، يبقى ده أعلى حاجة في المادة إنه ياخد كام؟ 12 نقطة. تمام، طيب عندك المواد التانية الفايبريشن، ومن الأول كده بنقول خلوا بالكم الفايبريشن، أنا تقريباً يعني هكون معاكم وأنا اللي بدرسها لكم، أنا في دكتور فيزيكس، فيعني إيه؟ يعني خافوا ايه حذروا منها. الفايبريشن ديت المواد الصعبه، فطبعا زي ما انتم شايفين كده زميلنا جاب ايه؟ جاب دي يعني كام نقطه؟ واحده، وهي الثلاث ساعات 3 في 1 بكام؟ ب 3 بوينتس، يبقى خد 3 بوينتس بس، ودي اللي ايه؟ اللي هي الفايبريشن. طب حلو، الاف بقى تعادل كام؟ 0، ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش ليها نقط. تمام، عايزين نحسب له الجي بي ايه بتاعه، نعمل ايه؟ نجمع مين؟ كل البوينتس بتاعته. فلو جمعنا كل البوينتس بتاعته زي ما انت شايف دلوقتي اهيت، طلعت جمعنا كل البوينتس، وعايزين نحسب بقى هو الطالب ده ما عملش ليها ويزرو فاتحسبت له اف، فلما يجي يقسم على كام؟ على مجموع الساعات اللي هو درسها. هو درس كام ساعه؟ 17 ساعه، مش كده؟ فلما يقسم على 17 طلع المعدل بتاعه كام؟ 1.7. ياخد انذار اكاديمي ولا لا؟ ياخد انذار اكاديمي. الترم اللي بعده يسجل هاف لود ولا لا؟ يسجل هاف لود، وطبعا هنا هيبقى عنده مشكله لانه سقط في ماده وهيتشال منه ماده من السته بتوع مين؟ بتوع الترم الثاني، يعني اتعطل في كام ماده؟ مادتين. شوف المشاكل عماله ايه؟ بتزيد عليه بسبب ان هو نزل تحت الاثنين وخد انذار اكاديمي. طب نفرض بقى ان هو جه بعد الميد ترم وراح دايس على ويزرو واتقبل الويزرو كل حاجه تمام. الماده دي هل هتتحسب معاه؟ لا. هل هيتحسب عليه دلوقتي ان هو حاجه؟ هتقولي طب يعني ايه مش هيتحسب معاه؟ يعني لما نيجي نقسم على المقام هيتحسب ان هو مسجل كام ماده؟ كام ساعه؟ 14 ساعه بس. فطبعا لما قسم على 14 ساعه وشال الثلاثه دول لانه عمل ويزرو ليهم طلع المعدل بتاعه كام؟ ها؟ 2.6، يبقى بالتالي كده ايه؟ اموره تمام. هل كده هو ياخد انذار؟ ما ياخدش انذار. يبقى شفت بقى ان القرار بتاعك لو انت اخترته صح هيفيدك. تمام؟ والله واحد تاني يقول لا انا هكمل في الماده وان شاء الله هنجح وكل حاجه، خلاص كان بها والامور ايه؟ ماشيه معاك. تمام؟ يبقى انا مش بجبرك على حاجه كادفايزر، انا بدي لك كل الاحتمالات ومعرفك يعني ايه دروب؟ يعني ايه ويزدرو؟ واحد بيجي يقول لي ايه؟ طب انا عايز اعمل ويزدرو بس ما حدش قال لي على الميعاد بتاعه، فبالتالي انا كده ايه؟ عدى الديدلاين بتاعه. ده نقول له ايه ساعتها؟ ما عندناش الكلام ده. الديدلاينز تحترم. الديدلاين بتاع الويزدرو عدى، يبقى مش هتقدر تعمل ويزدرو، الماده هتفضل متعلقه ايه؟ معاك انت ونصيبك بقى في اللي هيحصل لك فيها.
طيب يبقى عرفنا ايه الفرق بين الدروب والويزدرو. ها يبقى ايه الفرق تعتقدوا كده؟ عايز اشوف بقى اتعامل معاكم زي الدكتور كاننا في مد. ها ايه رايكم؟ الدروب يفرق ايه عن الويزدرو؟ الدروب ده ولا كان الماده ايه معانا خالص، ومش هتخش معانا في الايه في الحسابات بتاعه الجي بي اي، ومش هتطلع لي اصلا في الترانسكريبت اللي هو السجل الاكاديمي بتاعي ان سجلتها اصلا. تمام. انما الويزدرو هتفضل مطبوعه عندي بس مكتوب التقدير بتاعها دبليو. دبليو يعني ان انا عملت لها ايه؟ انسحاب، وتضيع مره من المرات الايه المجانيه اللي موجوده عندنا. ماشي كده يا جماعه؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ هنستعد لاستقبال كل اسئلتكم. انا معاكم، انا ما عنديش مشكله خالص في الوقت. الدكتور خالد بس ايه يزهق مننا شويه. طيب ايه بقى الاصفر والاخضر والاحمر والحاجات دي؟ طبعا هنا انتوا عارفين ان انت بتخلص مواد اعدادي، فاعدادي المفروض ان انت كلها على بعضها الليفل ده عدد ساعات المواد بتاعته ال 12 المفروض 34 ساعه. فانت بعد ما تخلص السنه دي ان شاء الله هتبتدي انك انت ايه تتخصص. التخصص بقى هنا عندنا ده برضو لا ده له فيلم تاني. عندنا في حاجه اسمها التنسيق. هتقولي ايه ده، هو في تنسيق تاني؟ ده في تنسيق مره واتنين، فبالتالي خلي بالك من الحته دي. تنسيق يعني معناها كلنا عايزين نخش مكان معين قسم معين، بس القسم ده محدد ان هو ياخد عدد محدود، فبالتالي يبقى لازم يبقى فيه كرايتيريا معينه للاختيار. اوكي يا جماعه؟ طيب الاقسام اللي عندنا ايه؟ اربعه. عندنا في كهرباء، عندنا عماره، عندنا في ميكانيكا، عندنا فيه ها مدني. ما تزعلوش ان انا قلت مدني في الاخر، بس هتعرفوا بعد شويه يعني. فالمهم دلوقتي هنا اللي بيحصل ان كل قسم من دولت له متطلبات معينه عشان نتخصص. انا عشان اتخصص، واحد يقول لي استنى بس استنى انت هنا كده هتقلقني، انا دلوقتي جبت جي بي اي اقل من 2 في الترم الاولاني، فجيت في الترم الثاني قلت لي انت هاف لود، فانا دلوقتي سبت ماده ما سجلتهاش، انا كده اتخصص ولا ما اتخصصش؟ ده في ماده انا سايبها وانا مش مخلص كل المواد اعدادي. احنا بنقول اعدادي بس طبعا اللفظ ده مش عايزين نسمعه تاني، عايزين نقول الفريشمان. احنا كلنا فين؟ في فريشمان، لان المصطلحات اتغيرت. طيب هل اقدر اتخصص ولا لا؟ ايوه تقدر تتخصص، لان زي ما احنا بنشوف ان انت احنا عاملين حسابنا بشرط معين، بس مش لازم تعرف بقى اسبابه دلوقتي، ان احنا اي حد خلص 25 ساعه نجاح واجتاز 25 ساعه يقدر ان هو يخش التنسيق. يبقى 25 ساعه دي عدد اقل بكتير منين؟ من ال 34، فبالتالي هنا هنقدر نتخصص بسهوله. طب المواد اللي هي ما عدناهاش تقدر تكملها في فتره جايه، تاخد ترمات سمر تسجل فيه ترمات ثانيه، تعمل بقى تبديل، وكل الكلام ده بينك وبين الادفايزر ان شاء الله. تمام. طبعا هنا واضح ان الجدول ده هيبقى الادفايزر موجود معاه وهيقول لكم عليه، بيوري لك ان كل قسم ايه المتطلب ايه بتاعه. عشان تخش قسم كهرباء مثلا لازم تنجح في ماس 1 والكتريستي، مادتين فيزياء كهربيه واللي هي ماس 1. لو انت ما عدتش اي ماده من دولت مش هتقدر تخش كهرباء خالص، ومش هيبقى متاح ليك انك تخش التنسيق بتاعها. يعني انت دلوقتي لما تيجي تخش التنسيق يطلع لك الرغبات الاقسام الثانيه، يطلع لك ميكانيكا مدني عمار، ما تطلعش كهرباء بسبب ان ممكن يكون واحد سقط فيه الكتريستي وما نجحش فيها. تمام. وكل قسم له الايه الماده بتاعته، فطبعا دي هتبقى انت عارفها ان شاء الله لما يجي وقت الايه وقت التنسيق بعد كده. تمام. طيب يبقى هنا بنقول خلي بالك الادفايزر ده هيساعدك، هو دلوقتي عارف المشاكل الموجوده. انتوا يعني اخر دفعه في لائحه 2018، احنا عندنا في لائحه جديده هتبقى موجوده ان شاء الله من 23، فانتوا اخر دفعه داخله على 2018، فبالتالي احنا عدى علينا اربع سنين في اللائحه ديت، فبالتالي اي مشكله قابلتنا قبل كده ابتدينا نعرفها ونعرف دلوقتي ازاي نحلها. فانت هتلاقي كل الادفايزرز اللي عندنا متعاونين وعارفين التريكات وعارفين المشاكل، فيقعد يحذرك ويقول لك خلي بالك ده ممكن يحصل لك كذا، خلي بالك هنا، خلي بالك هنا، فانت بالتالي هتبقى الدنيا ايه؟ تمام ان شاء الله، تمام؟ وزي ما قلنا كده ان هو يور اون ديسيشن، يبقى بالتالي ده قرارك انت، هو مش بيجبرك على حاجه معينه او على ايه؟ اختيار معين. ايه بقى الحاجات الباقيه دي بقى؟ الباقيه دي شويه حاجات ايه ظريفه كده انا عايز اعرفك عليها، اللي هي ان احنا دلوقتي هنا في بعض يعني المواقع اللي هي تبع الكليه اللي انت لازم تبقى عارفها وعارف ازاي تدخل عليها، وكل دخولك على المواقع ديت بيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق الايميل والباسورد بتاعتك. منهم ايه بقى؟ حاجه هنا بنطلق عليها اسم ال LMS. ايه ال LMS ده؟ Learning Management System. ده عباره عن موقع عندنا الدومين بتاعه LMS.ENG.EACU بنفس الدومين بتاعنا.
العلم المقاسي ده هو عبارة عن التشانل، الوسيلة اللي بيننا كدكتور وطالب، في ان انا ابعت له مثلا السلايدز بتاعت المحاضرة، انزل له عليه شيتات مثلا معينة او اساينمنتس معينة المفروض ان هو يخش يحطها، يسلمها لي على الموقع ده، ابتدي كمثلا تي اي عندي معيد يبتدي ان هو يخش يفتح الايه الموقع يشوف دلوقتي هنا الايه الاساينمنت اللي اتسلم يصححه يحط لك درجة. فاذا لازم كلنا نعرف ان احنا نتعامل مع الموقع ده، ده موقع برضو من الفروع بتاعت الكلية هنا، برضو هتدوس عليه وتعمل لوجن وتخش تحط الايه الايميل بتاعك والباسورد وتخش كده هيبتدي يظهر لك المواد اللي انت ايه مسجلها. كل ماده من دول هتبتدي انك انت تدوس على الايكون بتاعتها، وليكن مثلا تدوس على الفيزيكس يطلع لك الصفحه بتاعت الايه ال ام اس بتاعت الفيزيكس، هتلاقي عندك زي ما انت شايف هتبتدي تلاقي فيه فايلز، هتلاقي فيه فولدر للمحاضرات، فولدر للمعمل، لو في فيديوهات مسجله للمعمل ممكن تلاقيها موجوده، لو في مثلا كويز هيتعمل اونلاين فبتعمل على ال ام اس ده، فطبعا لازم نعرف ان احنا نتعامل معاه. فطبعا هنا دي برضو من الحاجات اللي انا عايزك تبقى ايه تبقى عارفها. من الحاجات الثانيه برضو بس دي كانت موجوده في فتره الكورونا بشكل كبير قوي ودلوقتي قلت خالص او يعني بقت محدوده في حاجه معينه، اللي هي ان الدراسه تبقى اونلاين. احنا الدراسه بتاعتنا كلها تبقى في الكليه، محاضراتنا تبقى موجوده في الكليه يوم ولا اتنين وهينزل لكم الجدول بتاعكم وتبتدوا تعرفوا بعد ما نسجل هيبقى ايه الجدول بتاعنا. فكان قبل كده كان في محاضرات بتبقى اونلاين ودي بالفعل لسه موجوده بس لمواد معينه. احنا الدراسه عندنا فيها بعض المواد بيبقى اسمها مواد هيومانيتي او مواد متطلبات جامعه يونيفرسال ريكويرمنت. المواد ديت بيبقى الكود بتاعها ASCU. ASCU مثلا هنقول 111. الماده دي هي ايه؟ ده الكود بتاع اي ماده؟ بتاع ماده اسمها هيومن رايتس، حقوق انسان. فانت المفروض ان انت تخلص عدد معين من الساعات تدرس ست مواد من المواد الانسانيه ديت. فالمواد الانسانيه دي هتبقى المحاضره بتاعتها بتبقى اونلاين، ما بتبقاش في الكليه، بتبقى بتتجمع في يوم معين وتبقى دي اونلاين تحضرها من البيت. واعتقد ان انتوا تعرفوا نظام الاونلاين، احنا هنا بنبقى شغالين ببرنامج التيمز، فطبعا هنا في عندنا مايكروسوفت تيمز لازم تنزلوه عندكم على اجهزه الكمبيوتر بتاعكم او على الموبايلات بتاعتكم. فالمايكروسوفت تيمز ده بتعمل لوجن برده مين؟ بايه؟ ها؟ بالايميل والباسورد. فاول ما تخش يبتدي يظهر لك بقى عندك هنا مجموعه تيمز كده تلاقيها على الشمال، هتلاقي التيم بتاع الماده لو انت مسجل. طبعا انت في اول سنه مفيش مواد ASCU، فهي بس معلومه اضافيه دي كانت موجوده من السنين اللي فاتت، فطبعا هنا احنا مش هنحتاجها. طبعا ان شاء الله ما يبقاش في اي مشكله وما يتعرضش ايه بلدنا لاي مشكله من كورونا تاني ويبقى ايه وضعنا احسن ان شاء الله. فطبعا دي برده من الحاجات اللي كان ممكن تبقوا ايه عارفينها. خلاص كده احنا دي المعلومات اللي كان يعني عايز اقولها لكم. طبعا في حاجات ثانيه عندنا وقت ان شاء الله، احنا موجودين دايما متواجدين معاكم، هيبقى في عندنا في جداول بيبقى مكتوب فيها جدول تواجد المرشدين الاكاديميين، بيبقى موجود ده في مكان معين. طبعا النهارده هيبقى من البرنامج بتاعكم انكم تعملوا تور في الكليه، فيا ريت زمايلنا او الشباب الحلوين يطلعوكم على المعمل بتاع الفيزيكس، معمل الكيمستري، معمل الحاجات ديت، يعرفوكم فين مكانهم، وبالمره كمان يوريكم على القاعه بتاعه الارشاد الاكاديمي، لان هي دي اللي هتبتدي ان انت تقابل فيها المرشد الاكاديمي بتاعك. القاعة دي هيبقى على الباب بره في جداول بتاعت كل المستويات بتاعت كل السنين، تبص تلاقي انت فين جدول فريشمان اهو، فين الادفايزر بتاعي فلان الفلاني، طب هيجي يوم كذا ويوم كذا من الساعة كذا والساعة كذا. يبقى دي لازم بيبقى متواجد في الغرفة دي، أي وقت تيجي له في الوقت ده اللي في الجدول هتلاقيه قاعد ومنتظرك وبيرحب ايه؟ بيرحب بيك. تمام؟ ماشي يا جماعة؟ طيب ده كان بالنسبة للمعلومات اللي عايزين نقولها دلوقتي. زي ما بقول لكم أنا مش عايزكم تكتئبوا من الأول، أنا عايز أقول لكم إن معظم الناس بتجيب درجات حلوة، معظم الناس بتعدي الاثنين، اثنين دي حاجة يعني إيه؟ عايز أقول لكم إن الناس بتجيب ثلاثة ونص وثلاثة وفوق الثلاثة، يعني الدنيا حلوة وهتقدروا إن أنتوا تبقوا إيه؟ تبقوا ماشيين كويس. هي الصدمة بس في إن أنت بتنقل من نظام قديم لنظام جديد، نظام اللي هو الثانوية العامة. فاكرين الثانوية العامة؟ فاكرين المدرسين كان يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ها؟ مفيش وقت، ابلع، خد دي، صح كده؟ لا، ما عندناش الكلام ده، للأسف ما بيمشيش معانا. بنيجي بقى عندنا هنا نقول لك خلي بالك، افهم. مش هتخش تلاقي مسألة المدرس قايل لك خلي بالك هجيبها لك وأحط لك معرفش ايه وأغير لك ايه، ده أنا هجيب لك حاجة هتقعد بقى ايه؟ لو فاهم هتعرف ازاي تحلها، مش فاهم يعني خلاص. فخلي بالك. الناس كلها بتقول ان فريشمان او اعدادي اصعب سنه، الكلام ده حقيقي؟ متوقعين انها اصعب سنه؟ ها؟ هي صعوبتها في ايه؟
في سيستم جديد، ناس جديده بتعامل مع حاجه اسمها دكتور. الاقي مثلا طالب جاي بيقول لي ايه اعمل ايه في الكلام ده؟ هندسه ايه؟ هو كان متعود في ان هو في ثانوي يتعامل بليفل معين للحوار بينه وبين المدرس، اذا كان مدرس في سنتر ولا مدرس في، يجي هنا لا، هنا نظام تاني خالص. انت هنا تتعامل في احترام معين، في طريقه معينه. الاقي مثلا برضو طالب بيرن على الموبايل ده ويتصل بيا الساعه 1 ولا الساعه 2، ده انا ممكن اقتله فيها ديت. فيعني خلوا بالكم في طريقه معينه، في زي ما بيقولوا ايه الاثكس بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها هنا. تمام، انت ليك حقوق وعليك ايه واجبات، وانا برضو نفس الكلام ليا حقوق وعليا واجبات اتجاهك. فاذا هنا ده لازم يبقى في تبادل في الكلام ده. هو اوكي يا شباب؟ طيب، يبقى مش عايز اسال عليكم، بس بقول لك الكليه هي اول سنه دي اسهل سنه بالنسبه للمحتوى العلمي، اصعب سنه بالنسبة لتعامل في النظام الجديد، وانك تعرف يعني ايه جي بي ايه، ويعرف تعرف يعني ايه. انما انت هنا بعد فترة هتقول لي ايه ده احنا الدفعة بتاعتنا اشطر من الدفعة اللي قبلينا، اشطر من الدفعة اللي قبلينا، الجي بي عمال يعلى. واحد يجي يقول لي انا جايب 3 من 4، هل حق اخش كهرباء ولا لا؟ اقول له ربنا يعينك بقى، التنسيق انت وحظك، تفرق على 1 من 100 وما يقدرش يخش القسم اللي هو عايزه. ويبتدي بقى يقول لي طب اعمل ايه؟ اقول له تعالى لي سيناريو رقم 1 اعمل كذا، سيناريو رقم 2 اعمل كذا، وافضل اودي له في سيناريوهات وهو يختار بقى عشان نفسه يحقق انه يخش كهرباء مثلا. فاقول له خلي بالك انت ممكن تخش القسم اللي جالك وترضى يعني بنصيب ربنا، وممكن ان انت تقعد تعمل السيناريوهات دي بتحاول انك تخش القسم اللي انت عايزه. انا اللي اختار لك؟ لا، انت اللي بتختار، انت اللي بتحدد اللي انت عايزه. ماشي؟ طيب، زي ما قلنا ان هيبقى في تسجيل للمواد. هو السنه اللي فاتت عملنا حاجه، سجلنا لكل الناس المواد كلها وخلاص، ما كانش مطلوب منك انك تعمل ايه، تعمل حاجه معينه. السنه دي ممكن نغير في النظام ده، فبينزل تعليمات التسجيل قريب، يعني تنزل لك على الجمعه ان شاء الله مثلا على الصفحه عندك كل تقول لي ايه ده جمعه تبعتوا لنا حاجات جمعه؟ بنبعت جمعه وبنبعت الفجر، بنبعت لك بيانات، دايما نختار الوقت الظريف ده بحيث ان احنا نقول لك التعليمات بتاعتنا يعني. فالمهم حاجة تانية، لو لقيت في حاجة شغالة على السيستم وبيقول لك أنا هفتح من يوم الفلاني، اليوم الفلاني ده يعني معناها الساعة كام؟ يعني مثلا دلوقتي لو قلت لك التسجيل بيفتح يوم 8/29 يبقى هيفتح امتى؟ يوم 28 بالليل الساعة؟ لا، الساعة 2، لأن في فرق توقيت بين الساعة بتاعت السيستم والساعة العادية بتاعت مصر، تمام؟ فرق ساعتين، شغالين على توقيت جرينتش باين، حاجة زي كده، ماشي؟ عشان ما تقعدوش تجننوني، تقعدوا تبعتوا رسايل السيستم ما فتحش، أعمل إيه؟ استنى يا ابني الساعة 2 كل حاجة هتبان لك، كل حاجة تعرف، أوكي؟ زي ما قلت لكم أنا يعني معاكم، أي مشكلة أنا مهمتي إن أنا أذللها لكم وأحلل لكم كل حاجة إن شاء الله، أي حاجة عايز تعرفها. على فكرة إحنا أول سنة كانت الناس مش فاهمه الخطه، يعني مش فاهمه اللائحه ومش فاهمه الخطه الدراسيه ومش فاهمه كل الكلام ده، فكانت بتقابل مشاكل كتير قوي. بعد سنه وبعد 2 و3 الناس بقت شاطره، بقت حافظه كل حاجه، وبيجي لي يقول لي الماده رقم 26 مكتوب فيها كذا، وانت ليه بقى ما عملتهاش معايا في الجي، يقعد يتكلم معايا في المواد بتاعت اللائحه، تمام؟ فانا اتبسط والله، انا مبسوط من الحته ديت لانه بقى مريح، اما اقول له تعالى انت ما شفتش الماده 30 اللي بتلغي الماده 26 اللي بتقول كذا، تمام؟ ماشي يا جماعه؟ حد عنده بقى يعني دلوقتي اعتقد انا خلصت الكلام، انا لو قعدت اتكلم ممكن اتكلم 3 ساعات، بس بتروحوا بعد كده تقولوا ايه اليوم اللي اتفصلنا فيه ده واحنا كان يوم صعب ويوم، انا عارف بتابع كل كومنتاتكم، انا قاعد لكم ايه براقب كل حاجه، ماشي؟ طيب دلوقتي يعني في ان احنا نفتح باب الاسئله، اي حد عنده سؤال عايز يعرف اي حاجه، بس يعني ما ان شاء الله تبقى يعني اسئله ظريفه تتجاوب، اوكي؟ يلا مين عايز يسال في حاجه؟ طيب ناخد سؤال، بس علي صوتك بقى، يعني مش هنعمل زي المحاضرات وافضل اعمل كده اهوت واعمل لو في مايك في ميكروفون ممكن نوايب تاني شباب، هل في ميكروفون ممكن يروح لها ولا؟ طب خلاص علي صوتك بقى. الجي بي اي بيبقى معتمد على ايه؟ ها بقيت سؤال بس كده؟ ما انت دلوقتي كل ماده بتبقى من 100 درجه،
فانت في اخر السنه بتجمعي درجه ايه اللي ما عندك، بيبقى في عندك تقسيم الدرجات لكل ماده. يعني مثلا الميد ترم عليه كذا، هقول لك مثلا وليكن ماده الفايبريشن، ماده الفايبريشن مثلا عندنا بيبقى الامتحان الفاينل عليه 60 درجه، وعندنا امتحان الميد ترم عليه 15 درجه، وعندنا امتحان عملي عليه 15 درجة، يبقى كده بقينا 90، وعندنا 10 درجات، 5 على الكويزات و5 على ريبورتات المعمل بنقدمها، مجموعهم كلهم 100. انت بتجمعي درجات، فانت بتشوفي درجة الايه؟ اعمال السنة بتاعتك اللي هي من 40، مش بتشوفي الفاينل، تمام؟ فبتتجمع لك الدرجة ويطلع لك رقم معين، مش بتشوفي الرقم الإجمالي، أمال بتشوفي ايه؟ حرف، مالكيش غير حرف اللي هو التقدير، الجريد بس. فاذا انت هنا هيطلع لك جريد، وليكن مثلا في مثلا وليكن الفايبريشن جاي لك مثلا ايه، طب الاي دي بقى يعني تعمل ايه بعد كده، يحصل لها ايه، تتجمع وتحسب بقى الجي بي ايه بتاعها كل حاجه، تمام؟ ها علي صوتك. لو انت عملت الماده وزرو فانت قدامك زي ما قلت لك كذا بديل، يا تاخدها في السمر بس ده مش اجبار عليك، يا اما تاخدها في السنه اللي بعدها لما تيجي تخش على التخصص. يعني واحد يقول لي انا دخلت كهرباء، وكهرباء المفروض هيدرسوا 6 مواد، تمام؟ والست مواد دولت فيهم مادتين البريكويزيت بتاعهم مستو، وانا سقطت مستو مش مسجلها، هي مش هتمنعني من دخول كهرباء بس هتمنعني من ان انا اسجل المادتين دولت. او ما اقول لك ايه بقى، يبقى انت تاخد الترم ده ماستو صح، وتاخد ماده تانية ايه السيو تحطها مع ايه معاها، تمام كده؟ فاذا هنا هي عمليه ايه تبديل وتوفيق كده، هتقولي بس هتاخر، ما احنا قلنا حاجه على حساب ايه، حاجه على حساب حاجه. في طلبه ما بتجيش ناحيتنا خالص لان امورها تمام ماشيه، بتسجل اوتوماتيك الست مواد، ينجحوا الجي بي بتاعهم ممتاز، وانك انت تجيب اعلى من 2 دي حاجه سهله. بقول لك معظم الناس جايبه فوق 2.5، اللي تحت 2 دي نسبه قليله قوي. سؤال تاني. لا انت عندك في اد ودروب اسمها كده، اسبوع الاد ودروب، فانت هنا ممكن تعمل تشيل ماده وتحط ماده ايه مكانها، تمام؟ بس برضه تحافظ على حاجه، خلوا بالكم احنا قلنا ليه الجي بي ايه ده مهم قوي، لان كل ترم انت بتسجل على اساس اللي هو الكوميوليتيف اللي قبله. يعني معناها دلوقتي هنا احنا عندنا في حاجتين، حاجه اسمها الايه، ها، حاجه اسمها اللي هو الجي بي ايه الفصلي والجي بي ايه التراكمي. الفصلي ده حاجه والتراكمي ده حاجه ثانيه. الفصلي بتاع الفصل ده بس، التراكمي ده ايه بقى؟ ده جمع كل البوينتس بتاعتنا بتاعت كل السنين وقسمها على كل الساعات. طبعا احنا بسبب ان احنا لسه داخلين الكليه فاحنا دلوقتي الفصلي هو نفسه ايه؟ التراكمي بعد اول ترم ان شاء الله، انما من الترم الثاني لا، هيبقى في تقدير للفصل الثاني وفي للفصلين على بعض، تمام؟ احنا بقى لما نيجي نسجل في اولى مثلا وليكن اولى كهرباء، نسجل على اساس انهي واحد فيهم؟ التراكمي الكيوميليتيف، خلاص كده؟ فطبعا هنا الكيوميليتيف ده هو اللي هيفرق معانا. انت لو فوق الاثنين من 2 لـ3 انت ليك ايه بقى؟ يقول لك 6 مقررات او 18 ساعه ايهما ها اكبر؟ تقول لي ايه الكلمه دي؟ يعني معناها ايه؟ اقول لك بص بقى، لو في عندي مثلا هنا في مواد بساعتين، لو عندي في اكتر من ماده بساعتين، فانا ممكن اسجل ايه؟ اسجل مثلا 4 مواد ب3 ساعات، 4 × 3 بكام؟ ب12، صح كده؟ و3 مواد في ساعتين يبقى كده كام؟ ها؟ يبقى 6 و12 18. الله، بس دول كده بقوا كام ماده؟ 7. 4 × 3 زائد 3 × 2، صح؟ طيب 7 مواد ينفع؟ انت مش بتقولوا 6؟ اقول لك لا، انت بقول لك ايه؟ 6 او ايه؟ او 18 ايهما اكبر؟ يعني ما تكسرش شرط من الاثنين، ممكن تكسر شرط واحد. فانت لو زودت عن الستة بقيت 7، المهم الناحية التانية ما يزيدش عن كام؟ عن ال 18. فهمتوا النقطة دي يا شباب؟ يبقى دي معلومة تلاقيها دايما مكتوبة في اللائحة ولازم تكون فاهمها ايه؟ كويس. اوكي يا شباب؟ طيب ايه سؤال تاني؟ ها؟ علي صوتك. لا مش هقول ليه، هقول دلوقتي ان هو متطلبات السوق بره بتختلف من ترم للتاني، او من سنة للتانية، او من وقت للتاني، فانت هتلاقي ان انت دايما الهجوم كله على قسم معين، فكل ما ناس يبقى هجوم على قسم معين كل ده ما يعمل ايه في الجي بي بتاعه؟ يعلى قوي، صح؟ فيبقى هنا نبص نلاقي ايه بقى الرغبات تترتب، مثلا دلوقتي مثلا الهجوم كله على مين؟
على كهرباء، مش اي كهرباء كمان، قسم معين فين؟ في كهرباء، فتلاقيه هو اللي عليه الاقبال. بعد شويه تلاقي مثلا ايه، بس الكلام ده بيتغير من سنه لايه للثانيه. فتره من الفترات مدني كان الاقبال عليها اعلى حاجه، فكانت مدني فين؟ اعلى حاجه، وكانت كهرباء اقل. بعد شويه حصل ايه؟ كهرباء عالي، وهكذا. فهي العمليه مختلفه وبتختلف. فده ما يمنعش ان احنا ندخل اللي احنا عايزين. احنا كل رغبتنا، واحد بيقول انا ما بحبش اصلا الحاجات المواد اللي هي بتاع الكهرباء لانها مواد صعبه ومش صعبه حاجات زي كده، واقول لكم بالفعل مدني مواده احسن واسهل واجمل. بتقولي مثلا انا عايز اصمم عمود، العمود ده 30 في 30 سنتي مثلا، فبص الاقي انا شايفه عمود قدام، انما في كهرباء كونيكيشن اقول لك الويف ماشيه في الهواء رايحه، ما اعرفش انت شايفه ويف، الكترون بيلف حوالين النواه بيتنقل من ليفل لليفل، شايفه الكترون. فيبقى اللي تشوفيه بعينك احسن، يبقى دراسته احسن. خلاص، حد عنده سؤال؟ طب استنى شويه، ما هنخلص ونمشي. اتفضل اتفضل. شوف ادي برضو من حته لبدايه الدكاتره في المحاضرات، ان حد يمشي، في واحد ممكن برضو يقتل الطالب اللي بيمشي ده. ها قول ايه اسئله ثانيه؟ علي صوتك بقى لانك انت بعيد قوي. ايه الحضور والغياب؟ لا ما لهمش درجات. شفتنا انا لسه عمال اهو بوزع في درجه مثلا ماده زي بتاعه الفيزياء ما فيهاش درجه. ها ايه الاسئله؟ الكلام السهل ده ليه؟ اه زميلنا برضو وضح حاجه مهمه. الله، طب هنا خلي بالك، هو انا دلوقتي لو انا سقطت في ماده وبعدها، لو سقطت في ماده وبتعيدها بيبقى ليك حد اقصى في الجي بي اي، ان انت اعلى حاجه تجيبها بي بلس. انما لو انت عملت الماده ويزدرو او ماده بتحسنها، فانت ليك اعلى حاجه الاي بلس اللي هي اخر حاجه. فبالتالي هنا ده فروق موجوده عندنا. يبقى انا لو عملت لها دروب وباخدها هتعتبر دي اول مره ليا بعد كده، فبالتالي ليا الاي بلس. لو عملت ويزدرو برده هيبقى لي ايه؟ الاي بلس. انما لو سقطت هي دي اللي بيبقى ليها حدود، اللي هي تبقى البي بلس. واحد يقول لي يعني ايه ليا حدود البي بلس؟ يعني انا لو جبت فيها في الاي هتنزلوني لبي بلس؟ ايوه بتنزل لبي بلس. طب لو جبت سي تطلعوني لبي بلس؟ اكيد لا طبعا، هتاخد السي زي ما هي. ماشي، فاحنا نتعامل مع ناس نصحى شويه. احنا على طول لائحتنا 2018، خلاص انت مالكش دعوه باللائحه الجديده. اللائحه بتيجي بتطبق على الناس اللي داخلين في السنه اللي بعدها او السنه اللي بتاعتها يعني. حد عايز يسال اي حاجه؟ اتفضل. علي صوتك. ما احنا كل ماده ليها درجاتها، درجاتها دي داخل فيها حاجات كتير قوي. يعني في ماده يقول لك فيها بروجكت والبروجكت عليه درجات، يبقى البروجكت ده هياثر على تقدير الماده، ياثر لي على الجي بي اي الفصلي، ياثر لي على الجي بي اي التراكمي اللي بنحسب على اساسه الانذارات. تمام. ها اسئله ثانيه؟ انتوا زهقتوا صح؟ زهقتوا مني؟ معلش معلش. ها ايه؟ كهرباء نتيجة التنسيق يوم الجمعة إن شاء الله، يعني إيه ده لو الأمور مشيت تمام كما مخطط لها. تمام؟ فبعد يوم الجمعة هقول لك الكهرباء بتاخد من كام؟ إنما هي السنة اللي فاتت واخدة من 2.48. شفت إنها سهلة إزاي؟ 2.48 دي كده بيس أوف كيك. شفت أهو بدهم ضحكوا يعني معناها اكتئبوا، يعني عندي حسوا بالخطر. ها؟ ايوه، في هنا بقى مشكله بعض الناس هتلاقيها وهنحلها دلوقتي، اللي هي عمليه شهاده الكوفيد، التطعيم بتاع الكورونا ده ممكن يكون قافل لبعض الناس. هنحاول نحلها في اسرع وقت ممكن، ان انت محتاج اصلا موقع من يوم السبت. فاذا انت لو ما اتشالتش المشكله دي هتعمل لك، هتبقى عامله لنا قلق. عشان كده بقول لك عمليه ان التاريخ يبقى 29 بالظبط دي، يعني ايه ربنا يسهل يا رب وتبقى الدنيا ماشيه تمام. اوكي. ها لا علي صوتك، يا اما تقولي السؤال لحد صوته عالي. ايه؟ انتوا كلكم قلقانين ليه من الجي بي ايه؟ لا تمام، هيبقى الجي بي ايه كويس تلاقيش ولا حاجه، يعني احنا مش ماشيين يعني بحسب الجي بي ايه. ايه؟ لو ايه؟
ايوه زميلتنا بتسال على الترتيب، دي داخله عايز تعين معيد على طول من الاول كده، بيقول بيتم ترتيبنا ازاي. طبعا هنا الجي بي اي طبعا هو ده الوسيله ان هو بترتيب حسب مين الاعلى في الاقل في الاقل في الاقل، فده الترتيب ده بس مش بيظهر لك دلوقتي، ممكن بعد فتره معينه هيبقى فيه ان شاء الله يتحط في حاجه اسمها ترانسكريبت، تخش تدوسي عليها فيطلع لك الترتيب. لو ده ان شاء الله بعد كده، ما تسالش عليه دلوقتي يعني، ربنا عالم يحصل ايه. بس زي ما قلنا احنا عندنا فلكسبيليتي انك ممكن تخلص في 4 سنين ونص. واحد بياخد جي بي اي اعلى من 3 بياخد 7 مواد، يبقى بالتالي بيخلص بسرعه والحاله دي ما حصلتش معانا قبل كده. المهم ها اي اسئله ثانيه؟ اتكلم اتفضل. ايه الدفعه كلها هتيجي 11؟ ليه كده؟ مبدئيا احنا ان شاء الله هنتقسم على 4 مجموعات، فالاربع مجموعات دولت كل مجموعه فيها عدد معين من السكاشن، فانت هيبقى لك سكشن معين. احنا هنا عندنا الاربع مجموعات دولت، مجموعه 1 و2 بيدرسوا مواد، ومجموعه 3 و4 بيدرسوا مواد زي مواد مجموعه 1 و2، هم عباره عن 4 مواد مشتركين، فيزياء اللي هي الفايبريشن وماس 1، وعندك كمان في الكمبيوتنج اللي هي الكمبيوتر، وعندك في ماده رابعه اللي هي الاستاتكس الاستاتيكا. الاربعه دولت كل الدفعه تاخدها، انما في الترم الاولاني مجموعه 1 و2 هيدرسوا كيمياء ورسم، ومجموعه 3 و4 هيدرسوا اسقاط وانتاج. ويجي الترم الثاني يحصل ايه؟ سويتشنج ما بين الايه؟ المواد اللي موجوده عندنا. فطبعا انت دلوقتي ايه اللي حصل؟ هيبقى لك حاجه اسمها سيكشن وجروب. انا في جروب 3، سيكشن مثلا كام؟ سيكشن رقم وليكن 17. فبالتالي بقى اخش على الجدول اللي هو محتاج يعني نص ساعه عشان تعرف ازاي تطلع مكانك في الجدول، بس يعني الشباب بتوع الاتحاد يعني الله يكرمهم عاملين فيديوهات على ما اظن بيشرحوا فيها الجدول ده بيتقري ازاي. شوف الجدول بيتقري ازاي، هتخش تعرف جدولك وتشوف انت ميعادك امتى، تلاقي ان محاضرتك يوم الاحد. ايه بقى اللي يجيبك يوم السبت؟ ما تجيش يوم السبت، تعال على المحاضره بتاعتك. فمش كلنا ماشيين بنفس الجدول. لو سؤالك بقى من الناحيه الثانيه، احنا هنيجي واحد ولا لا؟ ده حسب الدوله هتقول ان واحد ده اجازه ولا مش اجازه، ولا هتشفته للخميس، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ ها قول ايه؟ مش سامعك. عايز تغير سيكشن لسيكشن تاني وتروح جروب تاني؟ لا، مفيش الامكانيه ديت، تمام؟ لازم يكون في شروط قاسيه بتدفعك انك انت تغير السيكشن، غير كده لا. مفيش يا دكتور، يعني دكتور لو في حاجه، لو اتحاد رياضي وبيلعب فيه ويجيب لنا خطاب من الاتحاد ان هو اليوم ده لازم يكون متواجد، اتحاد اللعبه مش النادي، لا اتحاد اللعبه ساعتها بقى. مثلا حد عنده تدريبات منتخب قومي، يعني حاجه اوفر قوي، مش مجرد انك عايز تغير عشان نفسك تغير. فمبدئيا بنقول ان مفيش تغيير سكاشن ولا مجاميع ما عدا في اكسبشن صعبه جدا. زي ما قلت لكم حد مثلا يكون في المنتخب القومي فعنده تدريبات، قاعد في المعسكر الاولمبي، ما اعتقدش دي حاجه شائعه يعني. صح؟ اوكي. يلا انا حتى استاذن دلوقتي يا جماعه، فرصه سعيده وهنشوفكم باذن الله كتير. يلا. طيب طبعا شباب بتوع الاتحاد ده مكمل لكم اليوم، وهيبقى اليوم فيه تور حلوه كده، اتفرجوا على الكليه شوفوا الكلام ده، صح ولا ضاير برنامج؟ تمام، وهتبقوا مبسوطين. بس يعني نرجو ان احنا ما نكونش سودنا لكم الدنيا والدنيا صعبه والكلام ده، لا الكليه ظريفه وجميله، وهتلاقي مساعده، كل الناس بتساعدك. اهم حاجه احنا الكليه مش عايزه الطالب التايه، لازم تبقى مصحصح. لما يجي لي طالب يقول لي ايه ده انا فاتني الميعاد، مش حاسس ما فاتك الميعاد، تبقى مصحصح. المهندس طبيعته غير اي واحد تاني، صح ولا لا؟ احنا ايه؟ مهندسين. مهندس انا شايفه احسن حاجه، فخلاص يعني هنقول لك ايه، انت كريمه الكريمه بتاعت مصر، ماشي، بتاعت العالم. خلي بالك انا مش بضحك عليك، الكلام ده هو اصلا بيقيسوا تقدم اي دوله بعدد المهندسين بتوعها. كل ما عدد المهندسين يبقى اكبر، كل ما الماده دي من الدوله دي تبقى ايه؟ متقدمه. فانتوا هتزودوا تقدم الدوله ان شاء الله، وانتوا خير الشباب مصر. اوكي، اشوفكم على خير.